في 56 1956 كان حوالي 120 ألف يهودي في تونس، ولم يبقى منهم اليوم إلا حوالي 2000. عايشت وأنا طفل صغير آخر مراحل الاختفاء إن شئت أو الغياب التدريجي للوجود اليهودي في تونس. كنت محظوظ من هذه الناحية لأنني عشت وأنا طفل هذا التنوع الذي كان موجود في المجتمع التونسي في كثير من أحيائه وكثير من ضواحيه. إن الدين هو أعظم ما أنتجه الوعي البشري، هذا الكائن العابر للقارات هو منشأ لهذه الرموز الدينية ولهذه الظاهرة الدينية، ولذلك هو جدير بأن يهتم به، بأن يدرس. المسلم يضع عندما يوسع من دائرة البحث ويدرس ديانات أخرى في هذا المجال، نتحدث في مجال الدراسات الديانات الإبراهيمية اليهودية والمسيحية بالأساس، سيدرك أن هناك أوجه شبه كبير. يعني رغم كل الإنفاق الذي ننفقه على ملاعب الكرة وعلى الجمعيات الأوروبية وعلى غيرك، لم ننفق على تأسيس مراكز الدراسات الإسرائيلية واليهودية تليق بحجم المأساة التي يعيشها العالم العربي منذ ما قبل 47 في الحقيقة، منذ نشأة المشروع الصهيوني الذي لم ينتبه له العرب في بدايته. لست الأول الذي اهتم بخطر هذه الاتفاقيات الإبراهيمية. لا أتحدث في المجال السياسي لأنه هذا ليس مجال اختصاصي الأول. أنا أردت أن أبين مخاطر هذه الاتفاقية من جوانبها الدينية. وكثير من المسلمين الأغبياء مع الأسف يقبلون بهذه الأفكار ويتخذون من أحداث في التاريخ الإسلامي في بداياتها ذريعة لمعاداة اليهود من الوجهة الدينية. يتحدثون عن مجزرة بني قريظة وأن الرسول ذبح 900 أو 700 يهودي في المدينة وأحداث من هذا النمط. وأنا أردت أن أبين أنه هذا كله خاطئ. هؤلاء اليهود عاشوا بين وعرفوا أفضل 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 فترات تاريخهم وإنتاجهم الأدبي والعلمي والتاريخي بين المسلمين، وما تحدثت عنه من ابن ميمون هو الجولدن ايج، يعني هو العصر الذهبي الذي عرفته اليهودية مع المسلمين في الأندلس. رغم أن ابن ميمون كتب رسالة وأن تأثر كثيرا بالاعتزال وكتب في علم الكلام على الطريقة الإسلامية، ولكن في بعض المسائل ظل بطبيعة الحال وفيا لتقاليده اليهودية. عندما يتحدث في رسالة أهل اليمن إجيرات تيمان يتحدث على النبي يصفه بالميشوقاع، ميشوقاع يعني المجنون، يصفه بالفسول وإلى غير ذلك. هؤلاء اليهود كتبوا أدبهم ونحوهم على المنوال العربي وكتبوا كلامهم على النحو العربي وعاشوا أفضل عصورهم على النحو العربي، دون أن يعني ذلك أننا كنا في أي فترة من تاريخنا معادين للسامية. خلافنا مع اليهود هو خلاف سياسي وخلاف عسكري وسيحل بالوسائل السياسية والعسكرية، ولسنا في عداء مع اليهود لأسباب عقائدية، لأنه في ديننا لا شيء يدل على أننا نعادي اليهود لأسباب دينية. في هذه الوثيقة فما جملة مهمة جدا تقول إن اليهود والمسلمون أمة دون الناس، أي جعل هؤلاء اليهود في عداد الأمة. هذه الأمة في البداية، هذا المصطلح الذي لم ينتهي إلى الفهم إلى فهمه الأخير الذي سيستقر بعد ذلك، كان الرابط بين أهلها هو المصلحة المشترك، ولذلك اعتبر اليهود في ضمن هذه الأمة. ولكن بعد ذلك، بعد سنتين واقتناع الرسول بأن هؤلاء اليهود لن يؤمنوا به نبيا، بدأت عملية انفصال. رجل دولة أخرجهم من القرية إلى المدينة، وأخرجهم من القبيلة إلى الأمة، وأخرجهم من المشافهة إلى الكتاب. بدأت عملية الحديث عن القلم والقلم وما يسطرون، وبدأت عملية بدائية للكتابة إلى غير ذلك. فتحريم الربا جاء لإنهاء السيطرة الاقتصادية المالية والاقتصادية وتجارة السلاح. إذن الرسول بإخراج أو بالتصدي لبني قينقاع في البداية أنها أمرين أساسيين ضروريين لقيام دولة الإسلام، وهو إنهاء النفوذ الاقتصادي المالي والسلاح الذي كانت تحتكرهما بنو قينقاع. الجزء الأعظم من القرآن له صلة مباشرة باليهود أو صلة غير مباشرة. بالرجوع إلى كتب التفسير السيرة والمغازي سنجد كثير من الآيات التي تبدو ظاهريا لا علاقة لها باليهود إنما هي ذات صلة باليهود. فاليهود لهم حضور قوي في النص
التأسيسي في النص الأساسي في القرآن. يجب أن نفهم أن ولادة الإسلام هي ولادة معقدة، هي ولادة قيصرية من رحم الديانات، من رحم الديانات القديمة ومن الرصيد الشرق الأوسط القديم. ولا يمكن أن يفهم هذا الإسلام في نشأته من زاوية تاريخية إذا أردنا نسيرة أو نحذو من والى المؤرخين إلا وفق هذا التصور، لأنه كما يقول لافوازي عالم الفيزياء الفرنسي الشهير، ريانو سوبر نيانو سوكريتو سوترفونسر، لا شيء يخلق من عدم، وإنما لا شيء يضيع، وإنما كل شيء هو بصدد التحول من حال إلى 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 حال. وهذا هو حال الديانات، تتناسل من بعضها البعض ولكن وفق منطق تاريخ الأديان وليس منطق الجدل العقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في سلسلة حوارات فكرية ومعرفية على قناة حيرة من سلطنة عمان إلى تونس الخضراء. نتشرف بالحوار مع الأستاذ الدكتور فوزي البدوي، أستاذ الدراسات اليهودية ومؤسس ورئيس قسم الأديان المقارنة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات في تونس، وهو عضو في المجمع التونسي للآداب والعلوم والفنون بيت الحكمة. لديه عدد من الكتب والدراسات والأبحاث في علم الأديان ومناهج البحث التاريخي للدين، من بينها كتابه الهام الجدل الإسلامي اليهودي ومجموعة من المقالات البحثية من وجوه الخلاف والاختلاف في الإسلام بين الأمس واليوم، وأيضا في معاني ودلالات الثوران الديني في اليهودية المعاصرة، وأيضا ملاحظات حول الذاكرة التوحيدية، وأيضا مقالة حول الدراسات العربية الإسلامية في إسرائيل. كذلك لديه بحث عنوانه نبي الإسلام في مرآة اليهودية، كما أنه ترجم دراسة المستشرق البريطاني روبرت سيرجنت بعنوان العهود مع يهود يثرب وتحريم جوفها. السلام عليكم أستاذ، ومشكورين على هذه الفرصة الطيبة. بارك الله فيك. البداية وكما نفعل مع ضيوفنا الأكارم، نحب أن نتعرف على فوزي البدوي الإنسان. حدثنا يعني منذ البداية، لماذا أقبلت، ما هو سر هذا الشغف والإقبال والاهتمام بالدراسات الدينية بشكل عام، بالدراسات المقارنة بين الإسلام واليهودية، بعلم مقارنة الأديان، بالمنهجية التاريخية التي يعني قدمت فيها بعض المقالات والجهود القيمة في هذا المجال، كلا بشكل عام حدثنا عن مسيرتك البحثية والعلمية والأكاديمية، ما هي أسباب انطلاقها؟ أعطنا خلاصة جميلة عنها وعنك كي تكون مدخلا جميلا إلى حوارنا اليوم إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور هادي. في الحقيقة بدأ هذا الشغف بالدراسات الدينية واليهودية على وجه الخصوص منذ فترة مبكرة من الطفولة. فأنا ولدت في إحدى ضواحي تونس اسمها أريانا، وهذه المدينة كانت مكان يكثر فيه يهود تونس، وكانت هناك يعني علاقات بين عائلتي وبين هذه الجماعة وهذه العائلات اليهودية التي كانت تسكن حولنا، ونشأ شيئا فشيئا هذا الشغف وهذا الاهتمام بما كانت ترويه يعني جدتي ووالدتي حول العادات والتقاليد اليهودية إلى غير ذلك. وكنت في كل مرة أجد أن هذه الأمور جديرة بالاهتمام، وكانت تشدني في الحقيقة. ثم بدأ هذا الاهتمام تحول فقط من الدراسات اليهودية إلى المجال الدراسات الإسلامية. كنا تلاميذ عفوا في نهاية المرحلة الثانوية في الثمانينات، وهذه المرحلة في تونس كانت مرحلة غليان ديني في الحقيقة، وبدأ فيها انتشار الفكر ما يسمى بفكر الصحوة الدينية، فكانت تعم المدارس وتعم المعاهد. ففي هذه الفترة إذا اكتشفت ولعي بالمسألة الدينية،
وكان أمرا يعني في الحقيقة تمتزج فيه العاطفة الدينية بعاطفة بمرحلة المراهقة بهذا الاكتشاف الجديد. وفي الحقيقة ما شدني أو ما ساعدني على مواصلة هذا الطريق هو والدي رحمه الله. فوالدي كان متخرجا من الجامعة، من جامع الأعظم، من جامع الزيتونة، وكنت أستفتيه في كل ما يعترضني من مسائل الدين، وكنت أجد لديه كل الحب وكل الإقناع وكل التفهم. فساعدني شيئا فشيئا على دخول هذا العالم، وساعدني على عدم الانزلاق في هذه التيارات الدينية التي كانت سائدة في الثمانينات. فأنا مدين له بهذا التكوين وهذه الإحاطة في مرحلة حرجة من السن. وبعدها انتقلت بعد البكالوريا إلى مؤسسة عريقة في تونس، هي مؤسسة دار المعلمين العليا التي أنشأها الرئيس الراحل الزعيم عبد الحميد بورقيبة، وعلى نمط ليكول نورمال سوبيريور اللي هي أحد أعرق المؤسسات الفرنسية المتخصصة في تكوين أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة الجامعات. ففي هذه المدرسة وجدت، كانت فرصة بالنسبة إلي، درسنا أساتذة يعني محترمون جدا، وأيقظوا فينا شيئا فشيئا هذا الحس النقدي، وأصبحت في هذه المرحلة بالذات قادرا على أن أشق طريقي بنفسي. وهذه الجامعة أو هذه الكلية ساعدتنا شيئا فشيئا على أن نحلق بأنفسنا، وكان هذا أمرا محمودا في هذه الجامعة. ثم بعد الانتهاء من مناظرة في تونس، مناظرة أيضا على النمط الفرنسي، مناظرة التبريز في اللغة والآداب العربية، انتقلت بعد ذلك إلى فرنسا لفترة لدراسة اللغة العبرية، وترددت على معهد اللغات الشرقية في باريس والمعهد الكاثوليكي. وكانت تجربة في الحقيقة ثرية، ساعدتني كثيرا على إدراك يعني إحدى معاقل أو الوصول إلى إحدى معاقل الفكر الديني المعاصر بتصورات مختلفة بطبيعة الحال عما نعرفه في البلاد العربية. في فرنسا وجدت هذا النظام الذي يدرس النظام المعلمن لتدريس الأديان، وكانت تجربة ثرية في الحقيقة، ساعدتني على أن أشق طريقي بعد ذلك. وعند عودتي إلى تونس سعيت قدر الإمكان إلى أن أستفيد من هذه التجربة في إرساء وفي المساعدة على إرساء صحبة طبيعة الحال زملاء آخرين وصحبة أساتذة أجلاء في إدخال إذن هذا التعليم المعلمًا للظاهرة الدينية داخل الجامعة التونسية، الذي يختلف أكاد أقول في نظري على الأقل جذريًا عن ما هو مدرس في الكليات، كليات التقليدية، كليات الشريعة، سواء تعلق الأمر يعني أزهر أو في بعض كليات الشريعة. تقريبا هذه هي المسيرة، الملامح الكبرى. ومنذ دخولي إلى الجامعة إذا وصلت هذا الطريق يعني في مجال التكوين والكتابة والتدريس. وأعتقد أني يعني بعد هذه السن الآن وصلت إلى العقد السادس من العمر، أعتقد أنني عندما أقوم بتقييم لهذه المسيرة أعتقد أنني لم أحقق إلا القليل، بمعنى أنني لست راضيا في الحقيقة عما تحقق في بلدي في المؤسسة الجامعية فيما يتعلق بالمسألة الدينية. وأنت تعلم أن تونس عرفت أزمات دورية في المسائل الدينية منذ الثمانينات، 3 أزمات دورية حقيقية وخطيرة. وفي كل مرة، وكتبت هذا ونبهت منذ الثمانينات ومنذ التسعينات في الحقيقة، كتبت مقالات، كان أول مقال لي كتبته بعنوان من أجل بوليتكنيك لتدريس الأديان. جرت العادة أن يهتم الناس بالبوليتكنيك يعني لمدرسة التقليات في العلوم، وأنا نبهت، اخترت هذا العنوان قصدا للفت انتباه الدولة إلى أن تونس ستتعرض بشكل دوري إلى أزمات دينية كل 20 سنة تقريبا، وهذا ما حدث.
20 25 سنة 18 سنة، على كل حال في هذه الفترات ستعرف تونس دائما وأبدا، وستعرف المستقبل أيضا أزمات دولية. لماذا؟ لأن النظام الجمهوري في تونس لم يحسن التعامل مع المسألة الدينية بطريقة راديكالية، يعني بالمعنى الفلسفي للكلمة، وهذا الذي سبب المتاعب لتونس بطبيعة الحال، لأنه تحقق تونس قفزات اقتصادية في فترات معينة ونمو اقتصادي واستثمارات، ثم كل هذا ينهار كل 20 سنة، ينهار بسبب أزمات مردها المسألة الدينية النظام الجمهوري في فهمها على حقيقتها وفي اتخاذ الوسائل الضرورية لحماية نفسه، ومن بينها إرساء مؤسسات تشتغل حول الظاهرة الدينية، لا من منطلق ما تفعل كلية الشريعة، وإنما من منطلق قيم النظام الجمهوري، وأيضا من منطلق قيم علم الأديان في صيغته المعلمنة، وهذا ما دفعت عنه طوال حياتي. وأعتقد أنني لم أحقق تقريبا شيئا كثيرا في هذا، لأن هذا الصمم ما زال موجودا إلى حد هذه الفترة، ومثل ما يرى الكثيرون نحن ندفع ثمن هذا بشكل متعب في الحقيقة لعموم الشعب التونسي. وأيضا أعتقد أن هذه الأزمات ليست أزمات تونس في الحقيقة، هي أزمات العالم العربي بكيفية مختلفة وبدرجات مختلفة. فنحن منذ قرنين من الزمان تقريبا ما زلنا نراوح مكاننا في العالم وسبل معالجتها وتدريسها والخروج يعني منها بأخف الأضرار. جميل جدا أستاذنا الكريم، مقدمة طيبة، وسأسألك لاحقا عن سبب تأسيسك لقسم الأديان المقارنة ونشاطه الحالي وتقييمك لنشاطه. قبل ذلك أنت يعني تتقن تقريبا عدة لغات، منها العربية والعبرية وكذلك الفرنسية، صحيح؟ ومن خلال هذه اللغات أيضا تبحث في البحث الديني. صحيح، في الحقيقة هو من ناحية تاريخية الرغبة في تأسيس قسم للأديان كانت سابقة لوجودي، ولكن هذا القسم لم يشتغل إلى الآن بكيفية مرضية، يعني يكاد يكون على هامش التعليم الجامعي وعلى هامش المؤسسة الجامعية في تونس. والسبب كما قلت هو أن الدولة التونسية على كل حال منذ التسعينات كانت تعتبر أن المسألة الدينية هي مسألة بالأساس أمنية، ويمكن معالجتها بطريقة أمنية بالأساس. أما التفكير في خلق مؤسسات داخل تشتغل كما قلت وفق قيم النظام الجمهوري على نمط ما هو موجود في أوروبا وفي الولايات المتحدة وحتى في الدول الآسيوية، فهذا أمر في الحقيقة لم تهتم به، ولذلك بدأت محاولات محتشمة لتأسيس هذا القسم، لم يشتغل بكيفية جيدة لأسباب مختلفة بطبيعة الحال. وأخذت يعني المشعل في فترة معينة وحاولت أن أواصل هذه المسيرة بتنظيم هذا القسم وتأسيس لماجستير لعلوم الأديان ودكتوراه لعلوم الأديان، وإعادة تفعيل الدرس بكيفية جيدة. ولكن كما قلت يعني المشكل أنه هذا يبقى عمل فردي وعمل أنا وبعض من زملائي، ولكن لا أشعر أن الدولة فاهمة أو تفهم ما معنى ضرورة أن يكون هناك تعليم معلما للظاهرة الدينية داخل كلية الآداب. مع الأسف كما قلت يعني أواصل التدريس وواصل تكوين الطلبة، ولكن بطبيعة الحال دون أن يكون هذا مبعثا للرضا في نفسي، لأنه من الناحية السياسية لا يوجد حتى اليوم قرار سياسي بجعل هذه المسألة مسألة ذات أولوية في نظام التعليم الجامعي، وينعكس بطبيعة الحال على تكوين قبل ان نبدا في الاسئله متخصصين. المتنوعه حول ابحاثك المختلفه، هنا ايضا الملفت لي ان هذا الشغف كان من رحم الواقع الاجتماعي المحيط بك، فقبل ان يكون معرفيا وذهنيا انت عايشت وكنتم تعيشون بين اليهود، ولذلك هذا الذي ولد عندك الاسئله الكبرى والمحوريه، صحيح؟ صحيح.
صحيح، يعني الدافع الاجتماعي الفضول في الحقيقة، الفضول. وهذا الفضول كما قلت يعني نمته العائلة أولا، ثم هذبه وشذبه الوالد رحمه الله، ثم تكفلت المؤسسة الجامعية بعد ذلك بتوجيه الوجهة النقدية الضرورية لمعالجة هذه المسألة. ثم بعد ذلك في مرحلة رابعة يعني قمت بشق طريقي بنفسي شيئا فشيئا، واستكمال ما هو ناقص في هذا التكوين، علما أنه لم تكن توجد في تونس مؤسسات تسمح بهذا التكوين المتخصص في المجال الديني. فما تم في الحقيقة هو أن أغلب المنتسبين إلى هذا التخصص جاءوا من آفاق، من قسم اللغة والأدب العربية من ناحية، بعضهم جاء من التاريخ، البعض جاء من الفلسفة، ولكن بطبيعة الحال دون أن يكون هناك قسم، لأنه من عيوب الجامعة التونسية في البدايات أنها لم تكن تعتبر أن الدين ظاهرة تستحق الاهتمام. أعطيك مثال، لم يوجد في تاريخ الجامعة التونسية قسم داخل التاريخ يسمى تاريخ الأديان، لم يكن يدرس شيء اسمه تاريخ الأديان داخل قسم التاريخ، ولم يكن داخل قسم الفلسفة لم يدرس شيء اسمه فلسفة الدين مثلا. إذن كان هناك تعليم تقليدي في كلية الشريعة وأصول الدين، ولكن داخل كليات الآداب لم يكن الظاهرة الدينية ذات أولوية، لأن التقاليد الفرنسية، من أعطيك مثال مثلا في قسم الفلسفة، كان يدرس الدين ضمن تخصصين أو ضمن فرعين من المعارف الفلسفية، هو الأخلاق والسياسة. فيتعرض مثلا الطلبة إلى المسائل الدينية أو إلى الدين إذا كان مسألة فردية في باب الأخلاق، وكانوا يتعرضون إليه إذا ما تحول إلى شيء يمس الجماعة داخل ما يسمى بالسياسة أو الفلسفة السياسية. ولكن لم يقع التفطن في هذا إلا في مرحلة متأخرة جدا عندما بدأت هذه الأزمات الدورية، وكان لأقسام اللغة العربية دور كبير، لأنهم كانوا يشتغلون بشيء يسمى الحضارة العربية الإسلامية. ويعني بدأت مسيرتي في هذا الاتجاه، ثم بعد تحولت في مرحلة التخصص إلى فرنسا لاستكمال هذا التخصص في المجال دراسة الأديان، واستكملت بعد ذلك البقية بمفردي طوال هذه السنوات الطويلة في هذا المجال. وتقريبا هذا هو المسار العام جدا لهذه دكتور، زادك الله المسألة. توفيقا. الملفت بالنسبه لي انه المنطلق كان منطلق واقع معاش واسئله فرضت نفسها، ليس كالاكاديمي الذي يختار تخصصا معينا ويذهب ويبحث فيه. لا، انتم في الواقع تعيشون بين يعني مع في مجتمع يهودي قائم، وبالتالي هناك اسئله هي فرضت نفسها، وهذا دائما امر يعني ومهم للباحث انه ينطلق من اسئله واقعيه وحقيقيه هي حركت فيه يعني نهم السؤال. جميل جدا. في الحقيقة هو، ودقق شيئا ما، هو الوجود اليهودي في تونس. يعني أنا مولود في الستينات، و يعني في فترة السبعينات والثمانينات قل هذا الوجود بكثرة. في الحقيقة لم يبقى في تونس، يعني في بداية الاستقلال تونس في 56 1956 كان حوالي 120 ألف يهودي في تونس، ولم يبقى منهم اليوم إلا حوالي 2000. ف يعني أنا ربما عشت وأنا طفل صغير آخر مراحل الاختفاء، إن شئت، أو الغياب التدريجي للوجود اليهودي في تونس. وهذا ربما ما ساعدني على، كنت محظوظ من هذه الناحية، لأنني عشت وأنا طفل هذا التنوع الذي كان موجود في المجتمع التونسي في كثير من أحيائه وكثير من ضواحيه وكثير من مدنه. ولكن دون أن يعني ذلك أن هذا الوجود اليهودي في تونس ما زال على نفس الزخم القديم الذي كان موجودا في فترة الخمسينات. جميل جدا. طبعا في جعبتي أسئلة كثيرة، ولكن نشرع على بركة الله في البداية. وفي علمي تاريخ الأديان، هناك مؤرخ للأديان معاصر معروف اسمه ميرسي اليادا، ودرس لمدة عدة سنوات في جامعة شيكاغو. بعض الأساتذة في جامعة شيكاغو الآن قد أدركوه وتلمذوا على يديه. لديه مثلا كتاب وهو تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية من 3 مجلدات، لديه كتاب عنوان الحنين الأصول ومشاكل. كيف تقيمون يعني الإسهام والإضافة والنظريات التي أضافها اليادة لعالم دراسة الأديان ومقارنة الأديان، وخصوصا أنه يخلص إلى هذه النتيجة وهي أن الإيمان عنصر في بنية التكوين وفي بنية الشعور البشري،
على امتداد الأزمنة والأمكنة والحضارات، فكأنما الإيمان حاجة ملحة وعميقة وفطرية كامنة في تكوين الإنسان بما هو إنسان. كيف تقيمون يعني جوهر نظريته هذه والإضافة التي قدمها في هذا الحقل؟ صحيح. بالنسبة ميرسي إلياد، هو يعني يجب على كل دارس للأديان أن يمر بميرسي إلياد. يعني ميرسي إلياد هو بمثابة المسار الضروري لكل مشتغل بالأديان لسبب بسيط. فهذا العالم الروماني الذي بدأ حياته العلمية في الهند، وكانت أطروحاته حول الفلسفة الهندية وحول اليوغا، وتعلم هذه لغة البلاد. هذا الرجل أنا مدين له بأمر أساسي، ودائما ما أوضحه لطلبتي. هذا الرجل يقول إن الدين هو أعظم ما أنتجه الوعي البشري، وأن هذا الدين يستحق من الإنسان أو من الباحثين في مجال الأديان أن يهتموا به، لأنه يريد أن يدرك شيء أساسي في تاريخ البشرية، وهو ما يسميه بالإنسان المتدين. هذا الإنسان المتدين، أو ما يسميه هو في لغته بلومو روليجوزوس، يعني هذا الإنسان الذي يخترق التاريخ، وجد سابقا ووجد يوجد اليوم وسيوجد إلى نهاية العالم. فهذا الكائن العابر للقارات هو منشأ لهذه الرموز الدينية ولهذه الظاهرة الدينية، ولذلك هو جدير بأن يهتم به، بأن يدرس، ولكن أن يدرس وفق أسس معينة بطبيعة الحال. من بينها، وهذا في الحقيقة هو مدين به إلى الأجيال السابقة منذ القرن التاسع عشر التي أسست هذا المجال، مجال الديانات. إذن هذا الإنسان المتدين يمكن إدراكه من خلال مسألة أساسية، اللي هي نواة الدين، اللي هي ظاهرة المقدس. المقدس هو ما يميز الدين عن غيره، وهذا المقدس يأخذ أشكال عديدة. يمكن أن ندرك هذا المقدس من خلال الزمان، الزمن المقدس، تقسيم الزمان، ندركه من خلال المكان المقدس، ندركه أيضا من خلال الشعائر، من خلال الطقوس، من خلال الرموز، من خلال الميثولوجيات، وندرك من خلالها ما يسميه هو إذا بالتجلي. هذا المقدس يتجلى لنا، يتجلى من خلال تجلي الإله نفسه، أو تجلي ما هو إلهي، أو بصفة من صفاته. والإنسان عليه أن يتعامل أو يدرك هذا المقدس من خلال بطبيعة الحال الوسائل التي ذكرت. شرط، وهذا هو الفرق بين ميرسي إلياد ربما والقدامى، هو أن الإيمان ليس شرطا في فهم المقدس. يعني رجل العلم الحديث، علم الأديان، لا يؤمن بالمقدس، وإن كان موضوع دراسته وموضوع تخصصه، وكرس كل حياته وكل عمره لدراسة هذا المقدس، ولكن هو ليس إذن لا يؤمن بهذا المقدس. بمعنى، وهذا أمر يحتاج إلى فضل بيان، بمعنى أنه وإن كان لا يؤمن بالمقدس، إلا أنه يستطيع أن يدرك المقدس، أن يفهمه، أن يحلله، أن يصنفه، أن يدرك كل أبعاده من خلال ما تركه الإنسان المتدين من معمار، من كتب، من شعائر، من طقوس. وهذا بالنسبة إلى ميرسي إلياد قابل للوصف والتحليل والفهم. فانتقلنا من تلك المرحلة التي كان يتصور فيها أنه لكي تدرس الإسلام يجب أن تكون مسلماً، ولتدرس اليهودية يجب أن تكون يهودياً، أو لتدرس المسيحية يجب أن تكون مسيحياً لتفهم هذا الدين بشكل جيد. لا، ميرسي إلياد يقول إذن هذا ليس شرطاً ضرورياً. هو يفصل بين شيء اسمه الدين والتدين، يعني بالفرنسية لا روليجون إلى روليجوزيتي، وهذا أمر يعني ضروري يجب على كل مشتغل. وهذا ما أنبه إليه دائما طلبتي: إذا أردتم أن تشتغلوا بهذا المجال فعليكم أن تقبلوا بهذه المبادئ. ليس معنى هذا أن ما يدرس في كلية الشريعة هو أمر لا يستحق الاهتمام، ولكن تلك سبيل وهذه سبيل أخرى،
ومن أراد أن يشتغل وفق أسس علم الأديان فعليه أن يقبل بمبادئه الأساسية التي كنت بصدد الحديث عن بعضها. وهذا له كتاب بعنوان المقدس والمدنس، وقدم ميرسي إلياد أفكاره فيه. لديه عفوا. كتاب المقدس والمدنس ميرسي إلياد، هناك يشرح بعض أفكاره المرتبطة بما صحيح تفضل. صحيح صحيح نعم صحيح. الدكتور أيضا. وأنا طور ميرسي إلياد منهجا ثلاثيا في هذا، معروف، يبدأ بالمنهج التاريخي والمنهج الفينومينولوجي ثانيا، وينتهي بالمنهج الهرمنوتيقي أو التأويلي في آخر مرحلة من مراحله. والقسم الأول أو المرحلة الأولى تهمنا كثيرا، يعني يجب أن يشتغل المؤرخ الأديان كمؤرخ وكمؤرخ محترف، وهذا أمر بطبيعة الحال يحتاج سنتحدث فيه بعد قليل إن بجد سمح الدكتور الوقت. توضح لنا أكثر وتعمق لنا ماذا يقصد ميرسي إلياد من أن الإنسان كائن متدين، ولماذا خلص إلى هذه النتيجة؟ يعني ما هي المنطلقات المعرفية والبحثية التي أوصلته إلى نتيجة كون الإنسان كائن متدين؟ لسبب بسيط، الملاحظة تدل على أن كل الحضارات، كل الجماعات، كل الفترات التاريخية لم تخلو من شيء اسمه المقدس. وهذا أمر بطبيعة الحال يعني مثير للاهتمام، مثير للدراسة، مثير للبحث. فهذه ظاهرة تخترق التاريخ كما قلت، وتخترق المكان، وهي أيضا وما تركه الإنسان تقريبا في كل مراحل التاريخية وفي كل الحضارات، يعني من حيث المعمار والكتابة، تقريبا يعني أكثر من ثلثيه يتعلق بالدين مباشرة أو بالدين بطريقة غير مباشرة. وهذا وطبيعة الحال عندما ذهب إلى الهند، والهند كانت هي تقريبا أفضل ما يمكن أن يجده إنسان لمخبر، هو مخبر الديانات. فهذا التنوع الذي تعرفه عرفته الهند طوال تاريخها شجعه على السير في هذا الطريق، وقدم لنا بطبيعة الحال أفضل إنتاجاته في هذه المرحلة قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. وهل هذا يدل بشكل أو بآخر على فطرية النزوع الديني والغيبي لدى البشر، أن هذا أمر كامن في ذواتهم على اختلاف الحضارات والثقافات والأديان التي يعني هذا تراكمت وجاءت لدى البشرية، ولكن هل يمكن أن نستدل هكذا أن النزوع الديني والغيبي هو أمر كامن في ذات البشرية؟ طبعا هو كامن في ذات البشريه، وهذا امر في نظري على كل حال لا يحتاج الى فضل بيان. يعني وهذا النزوع الى الدين، النزوع الى التدين، يعني لا اقول انه فطري بالمعنى الذي يتداول لكلمه الفطري والمعنى الشائع المعتدل، ولكن على كل حال هو امر ملازم للانسان، ولازم الإنسان في كل فترة تاريخية، ويحتاج إلى أن يقضي فيه الإنسان أو يقضي فيه الإنسان فترة في لفهمه ولتحليله، لفهم مثل ما يوجد ما يسمى بالإنسان الصانع لومو فابير مثلا، أو الإنسان الحكيم لومو سابينس كما يوجد نعرف. فأيضا هناك هذا اللومو ريليجيوس، هذا الإنسان المتدين بما هو كما قلت منذ قليل، يعني منتج للدين ولرموزه ولزمانه ولمكانه والمقدس بشكل عام، ويحتاج إلى أن تصرف له فيه الأعمار لفهمه وتحليله كما قلت، لأنه أفضل ما أنتج هذا الوعي البشري. جميل جدا. طبعا دكتور أريد أن ندخل إلى محور اليهودية ودراساتك واهتمامك في هذا المجال وسنبسط فيه الحديث، لكن قبل ذلك طبعا إلى ما قبل عقود أخيرة كان أهم كتب في العالم العربي والإسلامي حول اليهودية هو الموسوعة التي كتبها المرحوم الدكتور عبد الوهاب المسيري، وأساتذة الجامعات كانوا يحيلون إليها ويرجعون إليها بلحظ أنها كانت هي المادة الوحيدة المتوفرة بقلم عربي في هذا المجال. هذه الدراسة كيف تقيمها؟ ما الذي أضافته؟ إيجابياتها؟ ومن ثم أكيد نحن تجاوزنا تلك المرحلة والآن هناك يعني وأنت خبير في هذا العالم، ولكن تلك المرحلة كيف تقيمها؟ خصوصا أن المسيري كان لديه يعني اهتمام معين بهذا المجال، وكان طبعا هو كان مهتم بنقد العلمانية والمنظومة الغربية، وفي هذا السياق أيضا أخذ موضوع اليهودية والصهيونية على عاتقه. عبد الوهاب المسيري مرحلة مهمة في دراسات اليهودية في العالم العربي لسبب بسيط، هو أنه
منذ القرن السادس عشر أو نهاية القرن السادس عشر تخلى العرب والمسلمون بشكل عام عن دراسة اليهودية. لم تظهر منذ القرن نهاية السادس عشر دراسات أو كتب ذات بال. توقف اهتمام العرب باليهودية، وبدأ هذا الاهتمام يعود شيئا فشيئا منذ إنشاءة الأربعينات، ولأسباب في جزء منها أسباب سياسية، إما وقع اشترار ما تم كتابته في القرون الوسطى وتواصل هذا الأمر حتى اليوم، ولكن الإنتاج العلمي الحقيقي لمعرفة اليهود واليهودية والأمر الطارئ بعد ذلك اللي هو الحركة الصهيونية وما رافقها، هذا أمر تخلف فيه العرب بدرجة كبيرة. الدافع للاهتمام باليهود واليهودية في الحقيقة هو هزيمة 67 ونكبة 48. النكبة دفعت إلى الاهتمام بشكل قليل ولكن على المستوى الإنتاج الفكري، ولكن هزيمة 67 هي التي دفعت وهي التي صنعت المسيري وغير المسيري. بدأ الاهتمام في مصر تقريبا بالكتابة عن اليهود وعن اليهودية، وكان هذا مشروع الجامعة العربية في تلك الفترة التي قامت بإنتاج وأرعت إنتاجات كثيرة. المهم أنه هزيمة 67 هي التي كانت دافع للاهتمام من جديد باليهود واليهودية، علما وأن مصر لها تقاليد في تدريس اللغة العبرية قديمة جدا، تعود إلى بدايات القرن العشرين. نفس الشيء في العراق، نفس الشيء في سوريا، ولكن هذا لم يؤدي كما قلت إلى إنتاج ذو معنى إلا ابتداء من هزيمة 67. دونك الدافع كان دافع سياسي وعسكري بالأساس. المسيري جاء ليغطي هذه المرحلة. لم نكن نجد إلى حدود السبعينات معجم يهم الدراسات اليهودية ويهم اليهود، فهو سد هذا الفراغ وهو أمر محمود. فقط المشكل هو أن هذه الموسوعة أولا هي ليست لم يكتبها المسيري وحده، في الحقيقة المسيري هو الذي أشرف على هذا المشروع، ويبدو أن السعوديين هم الذين ساعدوا مولوا في البداية هذا المشروع. والأبواب التي نجدها في موسوعته تختلف من حيث القوة والضعف بسبب تعدد هؤلاء الذين يكتبون واختلاف في مرجعياتهم، ولكن يحسب للمسيري هو أنه حاول أن يأخذ الموسوعة اليهودية وأن يستعين بأبوابها الموجودة باللغة الإنجليزية، وأن يكتب انطلاقا من بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها. مثلا المسيري في موسوعته كان عنده أمر أساسي وكان حريص، هو كان يشتغل بعلم اجتماع المعرفة، وهذا معروف على المسيري، وكان أستاذ الأدب المقارن الإنجليزي بالأساس، كان يعتبر أن اليهود هم جماعات وظيفية، وهذا المفهوم مفهوم الجماعات الوظيفية في علم الاجتماع هو الذي حاول أن يكرسه في كل أبواب الموسوعة في كل المراحل التاريخية، وحاول أن يقدم قراءة للتاريخ اليهودي انطلاقا من هذا المفهوم. إذن بدون الدخول في تفاصيل هذه الموسوعة، أنا أنصح طلبتي بالرجوع إليها حينما يحتاجون إلى شيء بالعربية، ولكن يظل في الحقيقة هناك مراجع أخرى أو مصادر أخرى، موسوعات أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمتخصص، وعلى رأسها بطبيعة الحال هذه الموسوعة المعروفة بالانسيكلوبيديا جودايكا، رغم أن كل الذين كتبوا في هذه الموسوعة هم من اليهود. هذا اليهود هم شعب حريص منذ التوراة على أن يكتب تاريخه بنفسه، ولكن على كل حال تبقى المادة الموجودة فيها هي مادة راقية، وندرب طلبتنا على أن يكون لهم الحس النقدي الذي يمكنهم من اقتناص اللحظات أو الفقرات أو الجمل أو التي يبدو فيها تدخل العنصر الإيديولوجي أو السياسي أو الديني بكيفية تحتاج إلى أن ندق ناقوس الخطر عندما نقرأ، وهذه وظيفة الجامعة في الحقيقة. ولكن هناك موسوعات أخرى،
بعضها ورقي وبعضها تحول اليوم أسوة بهذه الموسوعة اليهودية إلى المجالات الرقمية مثل البايبل ووركس وغير البايبل ووركس. فهناك موسوعات كثيرة تساعد الطلبة والباحثين على التخصص، وبعضها ثمنه باهظ جدا لم أتمكن في الجامعة التونسية من الحصول عليه، ولم أتمكن شخصيا رغم كل الجهد الذي بذلته من أن نتوفر على من يساعد هذا القسم. وهذه إحدى مشاكل هذا القسم، قسم الأديان، هو أننا لا نجد التمويل الكافي لإنشاء مكتبة حقيقية، لأن قسم الأديان بدون مكتبة حقيقية ومتخصصة فهذا أمر لا معنى له في الحقيقة. ولكن على كل حال هذا فيما يتعلق بموسوعة المسيري. موسوعة المسيري أمر أساسي مهم يعكس مرحلة معينة من الاهتمام العربي باليهود واليهودية، ولكنه غير كافي. جميل جدا يا دكتور. طبعا قبل ما أسألك سؤال، أنه ما هو المأزق التاريخي في دراسة علم الأديان في بلداننا العربية بالتحديد، وأنت لك مقالة بعنوان لماذا يخشى المسلمون النقد التاريخي، دعني أسأل هذا السؤال: ما هي أهمية دراسة الإسلام والقرآن في ضمن سياق فهم الأديان الإبراهيمية على أقل تقدير من اليهودية والمسيحية؟ كيف سيزيد أو يتعمق أو يتسع فهم الدارس المسلم لإسلامه، لقرآنه، لتاريخه، إذا ما لاحظ السياقات التي كانت قبله من أديان إبراهيمية كاليهودية والمسيحية، بلحاظ أن مجموعة من التعاليم أو القيم أو الآيات في القرآن هي جاءت يعني متممة أو مراكمة أو في ظل سياق متسلسل من الأديان، أو كجواب ورد ونقض لبعض العقائد أو الظواهر السابقة؟ فهنا السؤال الأساسي: دراسة هذه السياقات الأديان السابقة، ما الذي تضيفه من فائدة ومن إيجابيات ومن نفع وفائدة للباحث المسلم؟ هو لهذا السبب سمي حسب التقاليد الإنجليزية بالcomparative religions، يعني بمقارنة الأديان. التقاليد الفرنسية تتحدث في الغالب عن تاريخ الأديان، histoire des religions. التقاليد الألمانية تتحدث عن علم الأديان، religion Wissenschaft. يعني المشكل أنه المواطن العربي المسلم إذا ما تربى على أنه الإسلام هو الدين الوحيد الذي يدركه والذي يعرفه، بطبيعة الحال هذا سينعكس على فهمه للحياة وفهمه للدنيا وفهمه للعالم، وسيتصور أن هذا الدين هو الذي أنه الذي يفسر من خلاله كل شيء. عندما يدخل مجال المقارنة، مقارنة الأديان التوحيدية وبالأساس ما يسمى بالديانات الكتابية في الحقيقة، لأن هناك ديانات لا تعرف مفهوم الكتاب، وهناك ديانات نبوية، هناك ديانات لا تعرف مفهوم النبي. كثير من الديانات الآسيوية تتحدث عن الحكيم، تتحدث عن، ولكن لا تعرف مفهوم النبوة ولا أيضا مفهوم الكتاب. إذا مهم جدا أنه المسلم يضع عندما يوسع من دائرة البحث ويدرس ديانات أخرى في هذا المجال الذي نتحدث فيه، مجال الدراسات الديانات الإبراهيمية اليهودية والمسيحية بالأساس، سيدرك أن هناك أوجه شبه كبيرة. وهنا ستطرح أسئلة: كيف نفهم هذا الشبه وهذا التقارب وهذا الاختلاف؟ لأنه في الحقيقة في تاريخ الأديان هناك اتجاهين. هناك اتجاه يرى أن الغاية من مقارنة هذه الأديان هو الوقوف على المشترك. لماذا الوقوف على المشترك؟ لأن المشترك يساعدنا على إدراك ما يسمى بنحو الديانات. نحن نقارن بين الأديان لنحاول أن نؤسس القواعد الكلية التي تتحكم في كل الديانات. المقدس هو أمر مشترك، الزمان، المكان، المقدسين هو أمر مشترك. وهناك اتجاه ثاني يرى بالعكس أن المهم ليس هو المشترك، المهم هو الاختلافات بين الديانات، لأنه في الاختلاف تدرك الخصوصيات، خصوصيات الأديان. على كل حال، عندما يهتم المسلم العربي المسلم بهذه الديانات، سيكتشف أن هناك تشابهات، وعليه أن يحل هذه التشابهات لا من منطلق إيماني ولكن من منطلق علم الأديان. وهذا هنا يعني حقيقة مربط الفرس. يعني سيفهم مثلا إحدى النتائج التي لا يقبلها الإنسان المتدين العادي مثلا، هو أن الإسلام هو
امتداد لهذه المسيحية أو لهذه النصرانية بالأساس وليس المسيحية وهذه اليهودية، وأنه منحدر من تيارات سابقة له، ليس فقط في المعنى الذي يتحدث فيه المسلمون أن يعني إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك في المعنى التقليدي للكلمة، وإنما أن الكثير من أحكام أو النصوص اللي ما هو موجود في القرآن إنما يرجع، مثلا نعطيك مثال، قضية التحريف، قضية النبوة، قضية النسخ، والكثير من القضايا الأخرى، وحتى من القصص القرآني كله أو جله الأكبر ينحدر من تقاليد. أنا درست هذا وبينت أنها تقاليد تسمى بالتقاليد المسيحودية، يعني ليست هي يهودية صرفة وليست هي مسيحية، لأن يعني الإسلام والقرآن لا يعرف المسيحية، يتحدث عن شيء آخر، وهذا أمر معروف في الحقيقة، صار معروف، يتحدث عن النصرانية، وأن هذا المزيج من هذه اليهودية وهذه النصرانية هو الذي تشكل تاريخيا فيما يعرف بالتيار المسيهودي، وهو مجموعة من الجماعات التي كانت تعشش في خرائب قمران وفي تلك الأماكن، وبعضها دخل إلى الجزيرة العربية. وأن الكثير مما نعرفه في القرآن عن النبوة وعن التحريف وعن الكتابات السابقة وعن القصص إنما هو ينحدر من هذه الجماعات. ومهم جدا من ناحية تاريخ الأديان أن يفهم المسلم أنه لا ضير في أن لهذا الإسلام الذي يعرفه كدين إنما هو نشأ في الحقيقة من رحم هذه الحركة المسيحودية، قبل أن يستقل شيئا فشيئا ويتحول ويخرج من باب الفرقة إلى باب الدين المستقل. والخروج من الفرقة إلى الدين هذا أمر معروف في علم اجتماع الأديان، بعض الفرق تظل فرقا وبعض الفرق تتحول إلى ديانات، وهناك يعني دراسات كثيرة في الدراسات المسيحية، التحول من الفرقة إلى الكنيسة. فمهم جدا كما قلت إذن أنه المشتغل بهذه الأمور تكون له سعة أفق، وأكثر من سعة الأفق أن يتحمل تبعات هذا النمط من التفكير، لأن يعني هذا النمط من التفكير لا يقبل به المسلمون العاديون، لأنه وخيم العواقب في المجالات الإيمانية، ويحتاج إلى إعادة تأسيس وإعادة بناء الإيمان بكيفية ذكية، وهذا أمر غير متوفر لعامة الناس، وأيضا يجب أن تبذل له الأموال وتكون له الرجال والمؤسسات لنستطيع أن نخرج من وضعية ما يسميه بحسين أحمد أمين بالمسلم الحزين. يعني هناك أسئلة حقيقية يجب أن تطرح وأن نجد لها حلولا، وأن ندفع أثمانا في الحقيقة قد تبدو أحيانا أثمانا غالية من أجل إعادة بناء الإيمان وتأسيس الإيمان، لأن البحث التاريخي في جزء منه يبين أن هذا الإسلام لم يظهر من لا شيء، أو لم يظهر بالكيفية التي تصورها المسلمون العاديون، وإنما هو نتيجة مراحل تاريخية طويلة. وهناك ذكاء كبير في النص القرآني يبين كيف استطاع الإسلام أن يخرج من رحم هذه الحركة المسيحودية دون أن يبقى يهوديا ودون أن يتحول إلى هذه المسيحية البوليسية، وهذا أمر بطبيعة الحال له انعكاسات كبيرة تحتاج إلى فضل بيان، جميل وقد جدا. بينت هذا في مراحل سؤالان، نصوصه. السؤال الأول، أنت ذكرت أن بعض الباحثين في الأديان المقارنة يميلون إلى مقاربة البحث عن المشتركات، ومن هنا لعله مقاربة المدرسة التقليدية مع جينون ومع شوون ومع حسين نصر وآخرين، والكتب التي كتبت حول الوحدة المتعالية للأديان، Transcendent Unity of Religions، ومشاكل أو المشتركات بين هذا أو هذا، أو يأخذون مثلا قضية واحدة ويبحثونها في دينين ويركزون على البعد المشترك وعلى الجوهر المشترك للأديان، مثلا سواء في البعد الأخلاقي أو في بعض الأمور الأخرى. هذا له إيجابيات معينة، بحيث يعني أنت تطلع على دين آخر وترى أنه كمية المشتركات يعني التشابهات الكثيرة بين الأديان، يعني ترى لعلك تصل إلى لبها الواحد، أن التفاصيل تكمن كلما ذهبنا إلى الاختلافات، تكمن كلما ذهبنا إلى تفاصيله. صحيح هذا الكلام أيضا؟ طبعا بطبيعة الحال، ولذلك كان الصوفية في كل الأديان هم أفضل تقريبا في نظري من عبر عن هذا الجانب. الصوفية سواء كانوا يعني من المسلمين أو كانوا من القبالة اليهودية أو في التصوف المسيحي أو غيرها في الديانات الأخرى، ولكن
هذا لا يصله إلا القلة القليلة. المجتمعات في الحقيقة، عامة المجتمعات، لا يقودها الصوفية ولا هؤلاء أهل الروحانيات، وإنما ما أردت البيان هو هذا الجانب المشترك، ليس من بعده الصوفي والروحي، وإنما من جانبه التاريخي. أنا وضعت هذا الموضوع في باب دراسة التاريخ نعم، ومناهج التاريخ. واضح جهدك، راح نسألك عنه، لكن أنا آه أسألك عن هذا بالتحديد. صحيح، لا صحيح صحيح، طبعا طبعا، أنا بدأت حياتي العلمية الدراسة بالاشتغال على التصوف، على التفسير الصوفية، ودرست صدر الدين القونوي. واكتشفت أن هذا العالم الصوفية هو من أعقد العوالم ومن أصعبها، وفهمت لماذا يقول اليهود مثلا أنه لا يمكن لدارس القبالة أن يبدأ قبل 40 سنة. فهذا هناك معجم خاص وتكوين خاص فلسفي وتاريخي وديني لا يصله إلا من توفرت له ظروف ومن الراحة العقلية ومن الراحة الاجتماعية ليستطيع أن يصل إلى هذه الدرجات العلا. وبطبيعة الحال يعني أشاطرك كل المشاطرة في أن هذا الباب، باب المشترك من الناحية الروحية، هو الذي يستطيع أن يلغي الكثير من مظاهر الخلاف بين الأديان. ولكنني كما قلت اخترت جانب آخر لو لاحظنا يهم القبائل الفرد اليهودية ويهم والصوف الجماعة. الإسلامي، يمكننا أن نجد هذه الظواهر أو الشعائر أو حتى المعارف المشتركة والقريبة إذا قارنا بين القبائل والتصوف الإسلامي. فعلا فعلا هناك أشياء كثيرة، ومع الأسف أن هذا المجال لم يلقى اهتماما كبيرا من الدارسين العرب تقريبا. يعني يؤسفني مثلا أنه كتاب، أن ما كتبه جرشوم شولام مثلا في التصوف، فالتصوف اليهودي لا يلقى بالا في اللغة العربية ولا يهتم به في اللغة العربية. عندنا أحد كبار الذين اشتغل عليهم في الدولة العثمانية، يعني أحد كبار أيضا الصوفية اليهود، يعني له كان تأثير وعلاقات كبيرة في العالم الإسلامي، ولم يهتم لم يقع الاهتمام به. وهذا أمر بطبيعة الحال يعني لم أتفرغ له بصراحة، لم أهتم به كثيرا نظرا لانشغالي بجوانب أخرى، ولكن أعتبر أن هذا أمر يحتاج إلى أن يقع الاهتمام به. العلاقة بين التصوف اليهودي والتصوف الإسلامي يحتاج إلى أن يتخصص فيه الناس وأن يهتم به الناس، لأنه جزء كبير من التصوف اليهودي هو مدين للتصوف الإسلامي، ويحتاج كما قلت هذا جميل إلى جدا. طبعا دراسة. دكتور، الآن أريد أسألك عن موضوع أنت طرقت بابه في مقالتك بعنوان لماذا يخشى المسلمون النقد التاريخي، وهو في سياق تسلسل الحديث والأفكار التي نتحدث حولها الآن. هنا إشكال أساسي موجود عند المسلم المتدين الذي يخشى على إيمانه، وبالتالي يقول هذا النوع من الدراسات التي تحفر في البحث التاريخي لعلها تقود إلى نزعة من التشكيك والإنكار والهدم، وبالتالي التخلي عن مجموعة من العقائد والمعارف الأساسية التي تمحور حولها التدين والإيمان. وبالتالي هل نحن في عملية هدم للأسس الإيمانية؟ ما الذي بقي عند جيلنا المعاصر؟ يعني الآن العلمانية ومثلا الفساد الأخلاقي والرأسمالية تجتاح هنا، فهل أيضا في الدين نريد أن يعني نقدم هذه الأدوات المعرفية التي ستساهم في يعني دق المسامير الأخيرة فيما بقي عند الناس من إيمان ومن قيم ومن أخلاق ومن نزوع ديني سليم؟ هذه الخشية، يعني هل يمكننا أن نحافظ على الاتصال بجوهر نداء الإيمان ونحافظ عليه في ظل البحث والتنقيب التاريخي؟ هذا الهاجس موجود، فكيف تقاربه؟ صحيح، يعني أنت عبرت عن هذا الموضوع بكيفية موفقة جدا، ولكن إذا وصلنا السير في هذا الطريق الذي نحن عليه الآن، من هذا الإيمان التقليدي، إيمان عامة الناس، فإن ما ذكرته من ظواهر الحداثة ستجرف وستطال المسائل الدينية مثل ما ستطال مسائل أخرى في حياة الناس. وأنت لا تستطيع أن تمنع الأجيال الجديدة من أن
تفهم أنها لا تستطيع أن تواصل فهم الدين بنفس الكيفية التي فهمتها الأجيال القديمة. يعني مثال، لا يستطيع الإنسان الدارس والذي يهتم بهذه المسائل أن لا يستوعب الدرس من نقد مثلا فرويد في مجال علم النفس واكتشاف اللاوعي، لا يستطيع أن يقف أمام نيتش مثلا في نقده للقيم ونقده للدين، لا يستطيع أن يقف أمام كارل ماركس ونقده للمسائل الدينية. يعني مثلا هذا جزء بسيط، يعني هذا الثالوث مثلا الذي انتقد يعني في مجال التاريخ، في مجال النفس البشرية، في اللاوعي، في مجال القيم، هذا كله كان عنده انعكاسات على الظاهرة الدينية وطبيعة الحال. يعني لا يمكن لهذه النخبة ولهذه الجماعات المهتمة على كل حال داخل العالم العربي أن لا تدرك أن هناك أشياء كثيرة حدثت، وأن أن الدين قد مسته، وليس فقط منذ هذه الفترة وإنما منذ القرن الثامن عشر، لأن المسألة بدأت مع عصر الأنوار. عصر الأنوار، النهضة قبل ذلك في القرن الخامس عشر والسادس عشر، القرن السابع عشر هذه الثورة العلمية التي نستهين بها في الحقيقة، لأن هي في الأساس لهذا الفكر الفلسفي الذي سيظهر في القرن الثامن عشر. ثم بعد ذلك هذا الانشقاق الذي حدث في المسيحية مع ظهور البروتستانتية، ثم الإصلاح والإصلاح المضاد. يعني هذه المرحلة، كل هذه الأحداث لا يمكن للمسلم اليوم أن لا يهتم بها، وأن لا يطرح أسئلتها أيضا على إيمانه، لأن أجدادنا القدامى عاشوا وقتهم وتساءلوا وسألوا هذا الفكر اليوناني الذي كان معروفا آنذاك، وأجابوا عن هذه الأسئلة بظروف وقتهم وبوسائل وقتهم آنذاك وبمعارفهم آنذاك. ولا يمكن أن نواصل نحن أن كل هذه الأحداث أن نجيب عنها بكل تلك الوسائل القديمة. إذن يجب أن تظهر فئة من الناس من المهتمين بهذه المسائل وتحاول أن تفهم. إذن لا أقول معاداة الدين، هذا أود أن أوضحه كثيرا بالنسبة إلى طلبتي وللمهتمين والمستمعين إلي في كثير. نحن نريد أن نعيد ترتيب العلاقة هذه المجتمعات بالمسألة الدينية وليس إلغاء الدين. قلت أن الدين هو أعظم ما أنتجه البشر الوعي البشري، وهو أمر جدير بالاحترام والاهتمام والدراسة والبحث إلى غير ذلك، هذا أمر مفروغ منه. ولكن المشكلة هي إعادة ترتيب هذه العلاقة، وفي إعادة ترتيب هذه العلاقة هناك ريش كثير جميل جدا طبعا سينزع، طبعا دكتور، ويجب أن نقول عن اعتقد الأسئلة التالية التي تعزز ما أنت تريد أن تتحدث به، تتحدث عن نزع الأسطورة أو نزع القسطرة، وعن الاستعانة بفلسفة هايدغر والتصور الوجودي للتاريخ، يعني حبذا الإضاءة أيضا على هذه قبل هذا أمر مربوط بأمر سابق لي. هذه الضجة أو هذه الزعزعة للإيمان متى حدثت؟ في الحقيقة نحن نعرف منذ الستينات، وتربينا في المعاهد الثانوية وتربينا في الجامعة على فكرة أن هناك تشكيك في ثوابت الدين، وهذا التشكيك يأتي بالأساس من المدرسة الاستشراقية، إضافة إلى ما هو موجود في داخل هذه المجتمعات، إذن من الـ العلمانيين ولا الهراطقة أو سميهم كما تشاء. إذن هذا الاستشراق القديم هو السبب في أنه شكك في الدين، يشكك في ثوابت الدين، ولم ننتبه في الحقيقة إلى أن هذا الاستشراق الذي نسبه صباح مساء ويوم الأحد كما يقال في تونس، إنما هو في الحقيقة وليد تصور في جوهره غير معادي للدين الإسلامي. وأعطيك مثال حول هذا الاستشراق الكلاسيكي الذي يعني تربينا على معاداته، رغم كل المحاسن التي قدمها في مجال تحقيق المخطوطات والاستشراق ليس كله يعني يستحق كل هذه الإدانة. لأن يعني الاستشراق الألماني مثلا على عكس الاستشراق الفرنسي والإنجليزي لم يكن استشراقا مرتبطا بالاستعمار، حتى أنه المستشرق الشهير الألماني أوتو شبيز كان يتحدث عن خصوصية هذا الاستشراق الألماني، يقول إذا سألت مستشرقا ألمانيا عن عائشة أم المؤمنين وواقعة الجمل وكل هذه الخلافات السياسية والفتنة إلى غير ذلك، عندما تسأل يقول مستشرق ألماني عن عائشة سيقول إن عائشة هي اسم فاعل مؤنث لفعل المعتل العين، بمعنى أن يريد أن يبين أن غلبة هذا الجانب اللغوي والفيلولوجي
على هذا الاستشراق، بينما الاستشراق الإيطالي الفرنسي الإنجليزي كانت له هذه الارتباطات بالاستعمار إلى حد، بطبيعة الحال إلى حد ما، ولكن هذا الاستشراق الكلاسيكي لم يكن معاديا في جذوره، في أصوله لهذا الإسلام، وسأبين هذا للسادة الذين يستمعون إلينا. جولدزير مثلا كتب في الإسلام وفي سيرته وفي الحديث النبوي إلى غير ذلك. الاستشراق الكلاسيكي وجزء منه منحدر في الحقيقة من مستشرقين يهود كانوا ينحدرون من تراث الهسكلة أو الأنوار اليهودية في ألمانيا. وجدوا أنفسهم ليس حبا في الإسلام ولا انتقاما من الإسلام، لأنهم كانوا يهتمون في إطار حركة الأنوار اليهودية، ما يسمى بالحقمة إسرائيل، أن يهتموا بتاريخ اليهود بتاريخهم، وجزء من تاريخ اليهود كان ضمن العالم الإسلامي، ولذلك وجدوا أنفسهم بشكل طبيعي يشتغلون بالإسلام. ولذلك كان جزء كبير منهم من اليهود، وليس هذا عيبا في الحقيقة رغم ما يردده الكثيرون. إذا يقولون أن القرآن، يقبلون مثلا بفكرة وجود قرآن مكي وقرآن مدني، يختلفون في ترتيب الآيات مثلا، هذا أمر معروف، السجستاني في كتاب المصاحف يتحدث عن هذا، ولكنهم يقبلون بمسلمة أساسية وهو وجود قرآن منزل من السماء على محمد، وأيضا أن هذا القرآن فيه مكي ومدني. يقبلون في الحديث النبوي بفكرة وجود حديث صحيح، قد يضعفون هذا الحديث لأسباب معينة أو لدراسات أو لبحث معين، ولكنهم يقبلون بوجود الحديث الموضوع والحديث الصحيح. هذا هو الاستشراق الكلاسيكي الذي اعتبرناه مشكك في الإيمان. ولكن سيأتي في الثمانينات تيار مزعزع في الحقيقة، وما زال مستمرا إلى اليوم بطبيعة الحال بتفريعات أخرى وجديدة. هذا الاستشراق هو الاستشراق ما يسمى بالاستشراق بالمدرسة المراجعية، ريفيزيونيست سكول، على يد باتريسيا كراون ومايكل كوك وزعيمهم جون وانزبرو. الآن ستختلف، منذ 77 الأمور ستختلف تماما، هذا وسيظهر خطر حقيقي في الحقيقة، لأن هذه المدرسة ستقول بكل بساطة إنه لا يمكن كتابة تاريخ الإسلام بالطريقة المعتادة من خلال النصوص الإسلامية، سواء تعلق الأمر بالقرآن أو بالسنة أو بالسيرة أو بالمغازي، لأن كل هذه النصوص هي نصوص متأخرة، يعني بعد قرنين من الزمان، كلها تقريبا ظهرت بعد 150 سنة، هذه النصوص الأساسية في كل المؤسسة للعقيدة من تفسير وحديث وقرآن إلى غير ذلك، وهذه لا يمكن الاعتداد بها، لأن هذه الفكرة الأساسية لهذه المدرسة، ما كتبه المسلمون إنما هو يعكس ما اعتقدوا أنه وقع، أو أرادوا أن يعتقدوا أنه وقع، أو أرادوا لغيرهم من الأمم والشعوب أن يعتقد أنه وقع، وأنها الأفضل أن لا نشتغل أن نعتمدها، ولكن لا نعتمدها وحدها، بل نعتمد مصادر أخرى خارجية قد تكون معاصرة وسابقة لهذه المصادر الإسلامية. هذه المصادر الإسلامية لا يعتد بها في كتابة تاريخ الإسلام وعقائده وإيمانه إلى غير ذلك. وأمر بطبيعة الحال هذا الأمر مس الحديث ومس القرآن ومس كل النصوص المقدسة الأساسية، وهذا مشكل كبير. كيف نستطيع أن نجيب هؤلاء؟ كيف نستطيع أن نجيب هؤلاء؟ باتريسيا كراون تقول بطريقة تهكمية، تقول ذيس بوك في أحد كتبها، تقول ذيس بوك إز ريتن باي أنفيدلز تو أنفيدلز. هذا الكتاب كتبه كفار لكفار أمثالهم، أنتم أيها المسلمون لا تفهمون هذا وليست لكم القدرة على فهم هذه الأمور. وأنا أدرب طلبتي على أن يستطيعوا أن يتحملوا هذا الهجوم وأن يقوموا بهذا الهجوم المعاكس، لا بالمنطلق ما يسمى بالأبولوجي، يعني الدفاع عن العقائد الإيمانية أو البوليميك، لا، ليس جدل وليس دفاع، وإنما عن طريق هذا الفهم الرصين ومحاولة إيجاد الآليات التي يشتغل بها المؤرخون، لأن هؤلاء هم مؤرخون حقيقيون. كيف تستطيع أن تجيب هؤلاء وهذه المدرسة انطلاقا من الاشتغال بالتاريخ؟ لا تستطيع أنت كمسلم اليوم أن تقول إن هذه المصادر هي مصادر معاصرة للفترة النبوية، هذا أمر لا يمكن أن يقبله شخص، وعندما تقبل بهذا يجب أن تقبل كل النتائج المترتبة على ذلك، وهذا يجب أن لا يغيرك. كيف تستطيع أن ترد؟ هنا قلت
وجدت منذ كنت طالبا في الحقيقة في أحد البروتستانت بعض إجابة، لا أقول إنها الوحيدة ولكنها إجابة مهمة بالنسبة للمشتغل بهذه الأمور، لأننا كما قلت أكثر من مرة لسنا أول سير غره القمر، لسنا أول سير غره قمر، بمعنى أن ما نعانيه اليوم عانته شعوب وعانته أديان قبلنا، عانته المسيحية منذ القرن الثامن عشر وحتى قبل ذلك بقليل، وعانته أيضا اليهودية. اليهودية والمسيحية وجدت حلولا لكي تواجه هذا النقد التاريخي، وميرسي إلاد اللي تحدثنا عنه بالأساس يقول أنه يجب على المؤرخ أن يقبل بكل البحث نتائج البحث التاريخي الحقيقي والمحترف. وهنا بينت في الحقيقة أنه شخص مثل رودولف بولتمان، هذا الفيلسوف البروتستانتي الذي كان معاصر وكان فيلسوفا ولاهوتيا في نفس الوقت ومؤرخا، مؤرخا محترفا، وقلت أكثر من مرة أن هذا الرجل عندما كتابتي سيرته الذاتية يقول كنا نخرج من دروس التاريخ ونحن كائنات محطمة، لأننا ندرك ما معنى الاشتغال بالتاريخ الحرفي وانعكاساته على الإيمان وعلى النصوص الإنجيلية وعلى شخص يسوع، لأنه في مشكل كبير في تاريخ المسيحية، هل يسوع حقيقي أم يسوع التاريخي، والأناجيل وصحة الأناجيل إلى غير ذلك. فالمنهج التاريخي كان يمثل رعب بالنسبة إلى هؤلاء المسيحيين، ولكنه من خلال زمالته لهايدغر ولهذه الفلسفة الوجودية التي اعتمدها يقول يفرق بين مفهومين أساسيين، وهذا قلت للمسلمين يستطيعون أن يجدوا بعض إجابة في هذه الدراسات، وهذا هو يجب أن نتحدث كما تحدث أسلافنا مع جيلهم، يجب على كليات الشريعة اليوم والمشتغلين بالأديان اليوم أن تكون لهم مشاركة في علوم عصرهم، يجب أن يكون عالم الدين المسلم يستطيع أن يحاور هايدغر ويستطيع أن يحاور كانت وأن يستطيع أن يحاور علماء اللاهوت المسيحي مثل ما فعل أجدادنا. ولا بأس من أن نفهم أن هذا الرجل مثلا بيّن أن اللغة الألمانية تتوفر على مفهومين أساسيين للتاريخ، مفهوم يسميه هو إستوري، ومفهوم آخر كلمة جيشيشت اللي هي يعني من خصائص هذه اللغة الألمانية، يقول إذن إن هذا الجيشيشت هو التاريخ الوقائعي، وهذا ما يمكن إثباته أو إثبات جزء منه على الأقل، وهذا لا يجب إنكاره، ويجب على عالم الأديان فيما يتعلق بالمسيحية أن يقبل بكل ما يقول هذا الجانب التاريخي مهما كانت انعكاساته على الإيمان وأن يقبل به، ولكن هناك إعادة إمكانية لإعادة بناء هذا الإيمان بطريقة مغايرة تقبل بكل مكتسبات الحدث التاريخي اللي هي يسميها هيستوري أو التاريخ في معناه الوجودي. وهذا موضوع يعني معقد في الحقيقة وفلسفي ويحتاج إلى فضل البيان. ويقول إذن يجب أن نتخلى، مشروعه هو مشروع نزع الأسطرة، يقول هذه المسيحية تحدثنا عن موضوع فيها نواة البشارة اللي هي الأمر الأساسي في المسيحية، ولكن وقع التعبير عنه بلغة مجازية وبلغة استعارية، ومثل ما يمكن نزع هذا الغلاف الأسطوري من أجل الوصول إلى نواة البشارة المسيحية. على كل حال لا أدعو إلى تطبيق آلي لهذه الأمور، ولكن أقول إننا نجد في تجارب شعوب أخرى وفي متدينين آخرين في المسيحية وفي اليهودية أيضا، يعني اليهودية وخصوصا اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذن أنتجت علماء كبار عالجوا هذه الأمور وجددوا في هذه الديانة اليهودية بطبيعة الحال، ولكن هذه الأمور عندما نطبقه على القرآن ستكون لها نتائج تبدو كارثية في الحقيقة، في سيرة النبي ستبدو أيضا كأنها كارثية، ولكن اعتقادي الخاص كلما ازددت بحثا في هذه المسائل إلا وازددت اعتقادا بأننا نستطيع أن نعيد بناء الإيمان، وإن كنا في هذه العملية سنترك كما قلت في البداية ريشا كثيرا، وهناك أشياء كثيرة ستسقط في هذا الطريق، ولكن المسلم في القرن الواحد والعشرين، المسلم في عن القرن بعض الاثنين والعشرين التصورات سيكون أفضل بكثير من هذا المسلم في القرن. التخلي عن بعض التصورات الدينية السائدة لا يعني التخلي عن الإيمان، إعادة تنقيبه طبعا 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 صورة معمقة أو صورة مغيرة. دكتور، أنا عندي عدة أسئلة هنا، واحد حول نبي الإسلام في مرآة اليهودية، وآخر حول حركة الهسكالة اليهودية اللي أنت كتبت عنها أيضا، وأسئلة متنوعة أيضا الجدل الإسلامي اليهودي. ولكن قبل أن يعني أطرق أبواب هذه الأبحاث اللي هي تاريخية، فنبدأ شيئا ما في الحاضر ومن ثم نعود إلى التاريخ. الآن في دولة الكيان الصهيوني
في دولة الاحتلال، هناك مجموعة من الجامعات والبحث الأكاديمي أيضا، وأنت لديك أيضا مقال في تحليل الدراسات العربية الإسلامية التي تجرى هناك، وكيف تقيمها، كيف تقارنها مع ما يجري في عالمنا العربي والإسلامي. لو تعطينا نبذة عما يحصل هناك في دراستهم للفكر الإسلامي، وحتى هذه الدراسات المقارنة، ومنها أيضا ننطلق إلى بعض الأبحاث المرتبطة. صحيح، شكرا. أنا منشغل منذ سنوات في الحقيقة بما ينتج في دولة الكيان، دولة الاحتلال، في مجال الدراسات العربية الإسلامية، ولكن أحتاج أن أوضح بعض النقاط باعتباري مؤرخا، ويحاول قدر الإمكان أن يكون منصفا في وصف هذا الإنتاج. أولا، يجب أن نعلم أن الجامعة الإسرائيلية، أو أن الجامعة قبل أن تكون إسرائيلية، أن الجامعة تأسست قبل قيام إسرائيل في 47، في 48. الجامعة العبرية في القدس تأسست منذ 1925، وهذا إدراك من المشروع الصهيوني لأهمية الجامعات، الجامعة العبرية، ثم تأسس بعد ذلك جامعة التخنيون للتقنية التي صنعت المشروع النووي الإسرائيلي بعد ذلك. هذه الجامعة جمعت إليها نخبة، أو بعض من قبل من الانخراط في هذا المشروع الصهيوني والتحول إلى فلسطين المحتلة، كونوا نواة هذه الجامعة في مجال من بين هذه المجالات التخصص في الدراسات العربية الإسلامية. وكانت هناك مجموعات ممكن نسميها بالروادف، أو مجموعات من الهجرة، جاءت من أوروبا، أوروبا الشرقية، وأيضا من أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن أيضا من يهود البلاد العربية الذين اختاروا من العراقيين والمصريين والسوريين إلى غير ذلك، والمغاربة، الذين كونوا إذن هذا الإطار في الجامعات الإسرائيلية. ثمانية جامعات إسرائيلية كلها لها أقسام في اللغة والأدب العربية وتاريخ العرب وديانتهم. وبينت في هذه الدراسة هذا الإنتاج الكبير. أولا، هناك إنتاج نقول إنه إنتاج يعني محايد شيئا ما، بمعنى هو كل ما يتعلق بتحقيق النصوص. هناك جزء مجهود كبير تم القيام به في تحقيق نصوص عربية قديمة، ولكن أيضا هذا البحث في الدراسات العربية الإسلامية ارتبط في إسرائيل بمؤسسات بحثية خارجية، اللي هي مؤسسات أمريكية وبريطانية بالأساس. يعني يجب أن نفهم مثلا أنه في الدراسات العربية الإسلامية منذ الثمانينات إلى اليوم، أفضل ما ينتج، وسبيما معنى أفضل ما ينتج، يتم ضمن مثلث. هذا المثلث هو مثلث الجامعة العبرية في القدس المحتلة، وجامعة برينستون، وجامعة أكسفورد. وهذا المثلث له مجلتان لنشر هذه الأبحاث بالأساس. مجلة بي اس او اس، بولتان اوف ذا سكول اوف اورينتال اند ازيان ستاديز في جامعة أكسفورد، وأيضا جيزاي، الجيروزاليم ستاديز أوف عربي كاند إسلام. يعني هي مؤسسات، هو مثلث، هي شبكات من الباحثين أولا، لها تمويلات رهيبة، ولها يعني وسائل للنشر في فترة معينة، كانت وسائل هذه الوسائل المكتوبة ثم تحولت إلى الوسائل الحديثة التي نعرفها اليوم. إذا هم يعملون ضمن شبكات، وجزء من هؤلاء الباحثين يقدمون أبحاث متوازنة. منذ فترة قدمت في إحدى الجرائد العمانية الكتاب الذي صار معتمدا اليوم في تكوين المستشرقين أو نخبة العلماء أو الباحثين الإسرائيليين في الدراسات العربية الإسلامية، بعنوان هاي إسلام، يعني إسلام. ولكن بطبيعة الحال، إلى جانب هؤلاء المنصفين، وهم كثيرون في الحقيقة في دراساتهم المتعلقة بالتاريخ الإسلامي وبالدراسات الإسلامية، بالسيرة والمغازي والقرآن إلى غير ذلك، وعلما أن القرآن ترجم للمرة الثالثة في إسرائيل على حسب معلوماتي، وآخر ترجماتي اللي كانت لأوري روبي، بينما مثلا التوراة لم تترجم إلى اليوم إلى اللغة العربية.
إذن هناك متخصصون حقيقة، متخصصون هم يدرسون جيدون، ويعرفون ونحن لا ندرسهم، ولكن حتى ولو نعم كانوا يدرسون ليحاربونا فنحن طبعا أولياء طبعا 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 عنهم. طبعا إيه، بطبيعة الحال هذا أمر يشغلهم بطبيعة الحال. هم يتعلمون ويدرسون ليفهموننا وليحاربوننا، وأنت لا تستطيع أن تمنعهم من أن يفعلوا ذلك. العيب هو ما الذي فعلناه نحن في تأسيس الدراسات اليهودية والإسرائيلية في العالم العربي، هذا موضوع ثاني سأتحدث فيه بعد قليل. ولكن هناك جزء من الباحثين الدارسين الإسرائيليين هم دارسون سيئون بالمقاييس العلمية. أعطيك مثال لأحد هؤلاء الباحثين الشرسين والسيئين، شخص مثل مردخاي كدار مثلا، وهو ضيف دائم على قناة الجزيرة، ولكن وعشرات آخرين ممن هم يعني هم بالأساس يدرسون التاريخ الإسلامي، ولكنهم منخرطون بقوة في هذا المشروع الصهيوني المعادي لحقوق الفلسطينيين ولحقوق العرب، ولهم مواقف سيئة من قضية القدس واللاجئين إلى غير ذلك. وجزء منهم كبير ينتمي إلى هذه الصهيونية الدينية التي تفعل الأفاعيل في هذه الأيام. وتقريبا يعني أكثر من 90% منهم هم جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي والجيش الجيش الاحتلال، بحيث يجب ألا نخلط الجميع. هناك مشهد متنوع داخل الجامعات الإسرائيلية، هناك إنتاج متنوع، بعضه محايد لأنه قريب من كل قضايا التحقيق وإلى آخره. هناك أبحاث أخرى جيدة في كثير، ليس الآن مجال تفصيلها، ويقوم بها باحثون ممتازون وجيدون ويضيفون، ولكن أيضا هناك باحثون أيضا سيئون. يجب أن أنبه طلبتي دائما عندما يقرؤون لهؤلاء أن يميزوا بين الغث والسمين، وأن يفهموا إذا أصول المرجع ومرجعيات الأيديولوجية والسياسية لكل باحث إسرائيلي، وأن يفهموا ذلك، ولكن هذا لا يجب أن يكون مانعا لنا من أن نهتم بما يدرس وبما ينتج وبما يكتب في هذا الكيان. ومع الأسف الصورة المقابلة، ما الذي فعلنا نحن في العالم العربي؟ تعلم أن شخص مثل رشاد الشامي في مصر مات بغصته كما يقال، لأنه سعى كثيرا إلى تأسيس مركز بحث ذي مستوى يعني، ولكن توفي ولم يتمكن من تحقيق ذلك. الجامعات أقسام اللغة العبرية مثلا في مصر ينظر إليها كطابور خامس، على أساس أنها يعني في اللاوعي العام. زرت الكثير منها، فيها أخصائيين جيدين مثلا، ولكنهم يشتغلون في ظروف سيئة وفي إمكانيات منعدمة تقريبا. السوريون كما تعرف، سوريا كما تعرف، رغم أن ربحي كمال كان من الأوائل الذين أسسوا هذا القسم في سوريا. العراق وهو مخزن التراث اليهودي البابلي، عندما تم احتلال العراق في 9 أبريل ودخول بغداد في 9 أبريل، يعني نزلت الطائرات الإسرائيلية وحملت كل ما هو موجود في دائرة فلسطين، الذي ومن الوثائق ومن المخطوطات التي تم حمايتها في ذلك المكان، وحملت كلها إلى إسرائيل. وبطبيعة الحال لا يوجد في العالم العربي ما عدا مؤسستين أو ثلاث، عندك مركز الزيتونة مثلا في فلسطين، مركز مدار في مركز في رام الله، مركز الدراسات الفلسطينية في بيروت، ولكن بعد إغلاق مركز الأبحاث عند دخول شارون إلى بيروت وحمل كل محتوياته إلى إسرائيل، وما بقي رمي به في الجزائر. يعني هذا وضع كارثي، وضع كارثي. يعني نحن نرفع منذ الستينات شعار وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن ما الذي فعلناه؟ وهذه المؤسسات البحثية هي مؤسسات خاصة، يعني رغم كل الإنفاق الذي ننفقه على ملاعب الكرة وعلى الجمعيات الأوروبية وعلى غير ذلك، لم ننفق على تأسيس مراكز للدراسات الإسرائيلية واليهودية تليق بحجم المأساة التي يعيشها العالم العربي منذ ما قبل 47 في الحقيقة، منذ نشأة المشروع الصهيوني الذي لم ينتبه له العرب في بدايته، وانتبه له على جيب العزوري، يعني كان من أوائل الذين اهتموا بأن أمرا ما يدبر في هذا العالم، في هذا العالم العربي. إذن إن نحن متخلفون فهناك أسباب، وإذا كانوا أقوياء فلأنه هناك أسباب أيضا، يجب أن نأخذ بأسباب هذه القوة. وأحد أسباب هذه القوة أن نعيد علاقتنا بالمسائل الدينية أولا فيما يتعلق في محيطنا العربي الإسلامي، وأيضا أن نعيد علاقتنا بالدراسات
اليهودية والدراسات بعد ذلك كما قلت المسيحية وغير المسيحية. نحن متعطشون إلى أن نهتم ليس فقط بديانات الكتاب، وإنما هناك نحن جزء من هذا العالم، جزء بسيط أمام الديانات الآسيوية التوية والهندوسية والكونفوشيوسية وديانات أمريكا اللاتينية إلى غير ذلك. والعالم عالم أرحب وديانات كثيرة، ونحتاج إلى أن نكون أبناءنا وفق شروط البحث العلمي المعاصر وليس وفق شروط أدب الجدل القديم الذي انتهت مبرراته وانتهى أفق نتائجه. جميل وواسع ومعلومات مفيدة دكتور. وأسألك سؤال آخر حول الحاضر، ولكي نرجع شوية إلى بعض يعني الأبحاث التاريخية في المقارنة بين اليهودية والإسلام. سؤالي التالي هو هذا، وإذا أمكن أن تختصر حتى أيضا نصل إلى المحور الأخير. الأبعاد الدينية لاتفاقية أبراهام، وأنت كتبت مقالا حول هذا المجال، ما هو خلاصة ما تود أن تقوله في هذا المجال، خصوصا السلبيات، الجوانب الخطيرة والتي ستؤدي إلى أو التي تهدف إلى محو القضية الفلسطينية، إلى تغريب الإسلام؟ كيف تقيم وتدرس هذه الظاهرة الجديدة التي جاءوا بها بعنوان اتفاقية أبراهام؟ ومن بالحظ كونك باحث ديني ومعرفي وتاريخي معمق، كيف تقيم؟ في الحقيقة هذا يجعلنا موضوع إلى التداخل ما بين الديني والسياسي. وأنا قمت بمحاضرة ونشر محتواها بعد ذلك في جرائد تونسية وحتى جرائد غير تونسية. أنا قلت عن كان عنوان، وفي الحقيقة لست الأول الذي اهتم بخطر هذه الاتفاقيات الإبراهيمية. لا أتحدث في المجال السياسي لأن هذا ليس مجال اختصاصي الأول. أنا أردت أن أبين مخاطر هذه الاتفاقية من جوانبها الدينية، هذا هو المجال التدخلي بالأساس. قلت أن هذه الاتفاقيات مبنية على مغالطة، وقلت أن هذه المغالطة تقوم على أن هناك محاولة للإيهام بأن أو أن كيف حاول أن إبراهيم القرآني هو أبراهام التوراتي. وقلت إن هذه الاتفاقية تحاول أن تجعل أن تقوم بعملية نصب يقوم بها أبراهام التوراتي على إبراهيم المسلم. وبينت في هذه الدراسة كيف أن الإسلام بني على الانسلاخ عن هذا إبراهيم التوراتي، لأنه الإسلام كيف نشأ في الحقيقة؟ نحن لا يجمعنا جد مشترك بالمعنى الذي يقدم. الإسلام عندما أراد أن يخرج من الفضاء المسيهودي القديم ما الذي فعله؟ جاء إلى هذا المشترك ونازع فيه اليهود، وسأبين هذه بذلك. اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي، أبراهام أفينو أبونا إبراهيم، هذا ما يقول اليهود. سيأتي القرآن، سيأتي الرسول، سيأتي الإسلام ليقول إن هذا الجد الذي تزعمون أنه يهودي هو ليس يهوديا، هو جدنا وليس جدكم. ما كان إبراهيم يهوديا؟ إذن أول شيء لكي يخرج هذا الإسلام من إطار الفرقة المسيهودية إلى الدين المستقل كان عليه أن يعيد العلاقة مع هؤلاء اليهود. نزعهم أولا في قضية الجد الأول إبراهيم. إبراهيم القرآني ليس هو أبراهام اليهودي التي تعتبرونه يهوديا. أيضا ميراث إبراهيم من يستحقه؟ لا يستحقه إسحاق، لأن التصور اليهودي التوراتي يقول إن الذي يرث إبراهيم، أن الذي ورث إبراهيم هو إسحاق. الإسلام سيقول إن من يرث أباه إبراهيم هو ابن البكر، لأن تقاليد البكورة في الشرق الأوسط القديم تقول إن من يرث الأب هو الابن البكر، هو إسماعيل وليس إسحاق. سيتلاعب اليهود بهذه العملية، سيقولون إذا أن هذا الميراث سيكون في ابن الحرة وليس في ابن الجارية. نزعهم في إبراهيم، نزعهم في إسماعيل، وقال إذا قالوا إن هذا الذي سيأتي بعد ذلك، هذا الذي سيظل زمانه
أن هذا المشيح بقى سيكون من نسل إسحاق، سيقول إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا. والأميين في ليس في المعنى المتداول، الأميين يعني ما يسمى بالإيموتا علام، يعني كل هؤلاء الأمم الأخرى أو بغير، هو الذي بعث في غير اليهود رسولا، أي أنه يستطيع أن تكون الرسالة في العرب وليس في أبناء إسحاق. وأيضا نزعهم في الكتاب، هذا الكتاب اللي هو التوراة اللي فيه كل هذه الحكاية، لأن هذه التوراة هي توراة محرفة. لماذا؟ لأن القرآن لا يأخذ إلا بالأسفار الخمسة فقط، دون 22 كتابا، دون 22 الكامل، أي كامل ما يسمى بالتناخ اليهودي، والتي وهذا أمر مقصود وفي دلالة وذكاء كبير، لأن كل ما قيل عن إسحاق وعن هذه هذا ميراث إبراهيم إنما هو موجود في هذه الجزء الثاني، يعني من أسفار الأنبياء وأسفار المكتوبات التي لا يقبل بها القرآن. والقرآن عندما لا يقبل بها إنما يستعيد تراثا مسيحوديا قديما، لأن أجزاء كبيرة من المسيحوديين الأوائل كانوا يرفضون هذه التوراة ويصمونها بالتحريف، والسامرة لا يقبلون إلا بستة كتب، وغير السامرة بطبيعة الحال أيضا. إذا نازع القرآن، إذا هذه الاتفاقيات الإبراهيمية التي تريد أن تقول إن إبراهيم هو جدنا المشترك، لا سيدي، إبراهيم ليس جدنا المشترك بالكيفية التي هناك عملية تعمية تريد أن تقضي حاجات سياسية، وأن تجعل لهؤلاء الذين يستعمرون ويستوطنون فلسطين أن يكون لهم حق في كل هذه الأراضي باسم وخيراتها وسياساتها، باسم إبراهيمية مفترضة ليست من الناحية الدينية إلا عملية نصب واحتيال. وهذا بينته في الحقيقة، لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة، ولكن بينت أو حاولت أن أبين أن لهذه الاتفاقيات الإبراهيمية من الناحية الدينية عملية فيها كثير من عمليات النصب والاحتيال التي يجب أن ينتبه لها العرب توظيف البعد والمسلمين. الديني لمآرب سياسية خاصة، ويتم تشويه الحقائق الدينية لأجل الوصول إلى مآرب ومصالح سياسية أنية. يعني وهذا أمر معروف في التاريخ، يعني ليست أول مرة هذا يتم، وليست في أول حادثة من هذا النوع، في كل التاريخ مليء بمثل هذه الشواذ ومثل هذه الأمور، ولكن يجب أن نكون على بينة. وفي الحقيقة يعني عندما نقرأ مثلا لما يسمى بهؤلاء المسيحيين الجدد، وهم موجودون هم شبكات كبيرة في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا، وكتبت مقال في هذا حولهم، هم نفسهم يقولون إذن هذا الكلام، يعني إبراهيم وإبراهيمنا وإبراهيمكم لا يلتقيان، وتوراتنا وقرآنكم لا يلتقيان. يعني شخص مثل باتي عور، هي امرأة في الحقيقة يهودية مصرية تزوجت وصار عندها دراسات كثيرة فيما يسمى بالأورابيا، أو محاولة بيان ما يسمونه بمعاداة السامية الإسلامية، وكل هذا التيار اللي عنده أعلامه وكتبت حوله موجود منتشر، وهو شبكة معقدة من الباحثين تحاول أن تبين أن هذه اليهودية، وهذا أمر مهم يجب أن يفهمه الناس، أن هذه اليهودية ترتبط بالمسيحية ولا ترتبط بالإسلام، لأن هناك تراث تقليدي ما يسمى بالمسيحي، العلاقات المسيحية اليهودية علاقات قديمة باعتبار أنهما يتقاسمان نفس الكتاب، عهد قديم وعهد جديد، وأن اليهود يرتبطون روحيا ودينيا بالمسيحية أكثر من هذا الإسلام الذي يجب استبعاده. وكل فكرة هذه المسيحية الجديدة هي القيام، هي الدفاع عن هذه الفكرة، كيف نستبعد هذا الإسلام من هذا الصراع، لأن ما يجمع أو يجب أن يتحول من صراع يهودي إسلامي إلى صراع مسيحودي معاصر بين المسيحية واليهودية من حيث إزاحة الإسلام. وطبيعة الحال هذه الفكرة السياسية عندما تترجم، هذه الفكرة عندما تترجم جيوبوليتيكيا وجيوسياسيا وعسكريا، هي فكرة خطيرة العواقب، ولكن يشتغل عليها نظريا وفكريا في هذا المجال وفي هذه الشبكات التي تحتاج من المسلمين على كل حال العرب أن ينتبهوا إليها، وأن يجدوا الآليات لمواجهتها فكريا وليس بالصراخ أحسنتم وبالبكاء عليك والإنارة الموسعة دكتور، وأحب أعود بك إلى سؤال يعني في المعرفة والتاريخ والبحث الديني، وهو تداخل التراث الإسلامي اليهودي في علم الكلام على سبيل التحديد،
نموذج موسى بن ميمون، هذا التداخل، هذا الاشتراك، وهذا التلاقح الفكري أو الحضاري اللي حصل في بعض القرون، كيف ممكن تعطينا صورة عنه وكيف ممكن تقيمه في التداخل الفكري، سواء لوجود مفكرين، أو أنت أيضا تحدثت عن القبالة أنه هي يعني في النهاية استفادت أيضا من التراث الإسلامي في بعض الأفكار، في بعض المعارف ومشاكل، لعله العواصم الكبرى بغداد وغيرها في الأزمنة الأولى لما كان فيها تداخل من الأديان المختلفة، وحتى يمكن في عهد المدينة، ما أعرف إذا أنت عندك تحليل، لأنه أنت كاتب أو مترجم أيضا مقال حول وثيقة المدينة، عندك دراسات حول، وكان في يهود محيطين بالمسلمين. ولكن سؤالي عن بعض القرون الأخرى اللاحقة اللي نشط فيها البحث الكلامي ومشاكل، كيف تقيم ظاهرة التلاقح والاستفادة المتبادلة؟ هذا الأمر يعني يرجع بالأساس إلى العلاقة المبكرة أو طبيعة العلاقة المبكرة بين اليهود والمسلمين. ودائما أريد أن أنبه عموم الطلبة وعموم المستمعين إلى فكرة أساسية، يريدون أن يصموننا بأننا معادون للسامية، وبينت هذا في محاضرة وكتبت هذا، ويتحدثون برنارد لويس يتحدث عن معاداة السامية الإسلامية، بينما يبين وكثير من المسلمين الأغبياء مع الأسف يقبلون بهذه الأفكار ويتخذون من أحداث في التاريخ الإسلامي في بداياتها ذريعة لمعاداة اليهود من الوجهة الدينية. مثلا يتحدثون عن مجزرة بني قريظة، وأن الرسول ذبح 900 أو 700 يهودي في المدينة، وأحداث من هذا النمط. وأنا أردت أن أبين أن هذا كله خاطئ. المسلمون منذ البداية، أدرك الرسول منذ السنة الثانية للهجرة أن هؤلاء اليهود لن يؤمنوا به، ومنذ السنة الثانية للهجرة اتخذ طريقا مستقل بأن غير كل الرموز من الصلاة، القبلة، المأكل، المشرب، وبدأت عملية انفصال كلية عن هؤلاء اليهود، واعتبر اليهود مشكلة سياسية ومشكلة عسكرية يجب أن تحل بالوسائل السياسية والعسكرية، ولم يعتبر أبدا أن اليهود مشكلة دينية بالمعنى الذي يبيح له ذبح اليهود أو قتل اليهود أو إقامة مجازر اليهود. ماذا فعل؟ منذ السنة الثانية الذي تم هو أن هؤلاء اليهود اعتبروا أهل ذمة، ذمة من الناحية الدينية، من الناحية أهل كتاب من الناحية العقائدية، وأهل ذمة من الناحية الاجتماعية، ولهم مكان داخل هذه المدينة الإسلامية. وبدأ الرسول منذ السنة الثانية للهجرة في إخراج هؤلاء اليهود من المدينة، ثم في اتجاه الشمال لسبب وهو سياسي وعسكري، وهو حماية ما يسمى ببيضة الإسلام آنذاك. ولكن سمح لهم طوال التاريخ بأن يعيشوا في هذه المدينة الإسلامية دون أن يكون لهذه المعاداة لأسباب دينية. والدليل على ذلك أستاذ هادي هو أن المسلمين كل كتب السيرة، وهذا ليس من اكتشافي، يتحدثون عن أن الرسول، عن إمكان أن يكون الرسول قد مات مسموما في حديث الشاة المسمومة، وأن التي سممته هي امرأة من خيبر، وأن الرسول منذ حادثة الشاة المسمومة ظل يعاني من أوجاع في رأسه وفي ما إلى آخره، وحتى أنه كان يقول أهرقوا علي من 7 قراب إلى غير ذلك، وأنه عند وفاته في ليلة الخميس أو ما يسميه المسلمون برازية الخميس، عندما جاءته أخته البراء بن معرور لتزوره، يقول الرسول، يذكر الطبري، يقول إني لا أجد انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك في خيبر. ويعلق المسلمون هل مات الرسول مسموما؟ وانتهى نقاش المسلمين إلى أن الرسول، مفهوم العصمة، لأن هذه نسمة العصمة، أن العصمة فيما يبلغه عن ربه فقط، أما في جسده فهو يمرض ويصيبه كل وكسرت رباعيته، وهذا نعرفه في أحد إلى غير ذلك.
وقبل المسلمون بفكرة، وانتهى المسلمون إلى القول بأن هذا الرسول مات ميتة طبيعية. تصور لو أن المسلمين قالوا ما قاله المسيحيون من أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح، ما الذي كان سيكون تاريخ المسلمين؟ هؤلاء الذين يتهموننا بمعاداة السامية. يعني كلنا يعرف تاريخ أوروبا المسيحية وما كان يسمى بالبوغرام التي كانت أساس في نشوء الحركة الصهيونية، المذابح الدورية التي كانت تعرفها أوروبا لأسباب دينية وعقائدية، بينما نحن قلنا أن هؤلاء هم أهل الكتاب. إذن هذا أمر أساسي يجب أن يفهمه المسلمون حتى لا نتهم ولذلك هؤلاء اليهود عاشوا بين وعرفوا أفضل فترات تاريخهم وإنتاجهم الأدبي والعلمي والتاريخي بين المسلمين، وما تحدثت عنه من ابن ميمون هو الجولدن ايج، يعني هو العصر الذهبي الذي عرفته اليهودية مع المسلمين في الأندلس. يعني لم يعرف اليهود طوال تاريخهم إلا حادثتين، إلا مرتين بالأساس، مع الموحدين والحاكم بأمر الله الفاطمي في مصر الذي كان غريب الأطوار ومست أحكامه ليس فقط اليهود وإنما أيضا حتى المسلمين، وهو كان يحكم على هؤلاء المسلمين بأن يسيروا في الليل وأن يناموا في النهار، وانتهى به الأمر إلى حرق القاهرة. فأمر طبيعي إذن أن يتأثر هؤلاء اليهود وأن ينتجوا. وابن ميمون كتب كتابه دلالات الحائرين، وكتب مشن التوراة كله، ولكن رغم أن ابن ميمون كتب رسالة وأن موقع تأثر كثيرا بالاعتزال وكتب في علم الكلام على الطريقة الإسلامية، ولكن في بعض المسائل ظل بطبيعة الحال وفيا لتقاليده اليهودية. عندما يتحدث في رسالة أهل اليمن إجيرات تيمان يتحدث عن النبي يصفه بالميشوقاع، ميشوقاع يعني المجنون، يصفه بالفسول وإلى غير ذلك. وعنده ولا يعتبر أن النبوة الحقيقية هي نبوة إبراهيم، على عكس بعض ما يقوله القراءون العلمانية والعيسوية الذين يعتبرون أن محمد هو نبي ولكنه نبي للعرب إلى غير ذلك. فإذا على كل حال أقول هؤلاء اليهود كتبوا أدبهم ونحوهم على المنوال العربي، وكتبوا كلامهم على النحو العربي، وعاشوا أفضل عصورهم على النحو العربي، دون أن يعني ذلك أننا كنا في أي فترة من تاريخنا معادين للسامية. يقولون مثلا إن الرسول في مجزرة بني قتل 900 أو 700 في مجزرة بني قردة، يعني هذا لو كان أمرا صحيحا نحن نعرف أن سنة الرسول هي قولية وفعلية مثلا، وأن ما يقوله الرسول نستنه به في حياتنا. لا نجد أحدا من الفقهاء الذين جاءوا بعد ذلك اعتبر أن هذه الحادثة من سنة النبي أو أنها ثابتة وأنه يجب أن نفعل باليهود ما ترويه سيرة ابن هشام. لأن ما الذي حدث؟ لأن رواة هذه الحادثة لا يمكن أولا لمكان صغير مثل يثرب آنذاك أن يسمح بقتل 900 أو ذبح 900 شخص أو 700 شخص لأسباب صحية ولأسباب كثيرة. في الحقيقة كان ستكون يعني كوليرا أخرى أو شيء من هذا القبيل، وهذا بينه باحث كبير، باحث هندي، أحمد بركات، في محمد أند جوس ري إكزامينيشن، وبين لنا هذا بطريقة جيدة جدا. إذن هؤلاء الذين رووا هذه الحادثة هم من اليهود الذين اهتدوا، اليهود المسلمين، ووقع تمازج بين حادثتين أساسيتين في ذاكرة أو في ذهن هؤلاء الرواة، بين حادثة شبيهة بهذه الذي يصفونها في غزوة بني في مزارة بني قريظة، وهي حادثة مسدى التي تمت في زمن الحكم الروماني، عندما اجتمع بقايا اليهود في هذه الهضبة وفي هذه القلعة في مسدى وقاموا بعملية انتحار جماعي إلى آخره، وهي شبيهة في لموتيف نتاعها يعني في القصة بما روي عن حديثة مزارة بني قريظة. وقلعة مسدى هذه هي الآن هي القلعة التي يأتيها ضباط الأكاديميات العسكرية الإسرائيلية ليتلقوا رتب التخرج آنذاك، ويقومون بي 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 بالقسم أنه لن يحدث لشعب إسرائيل ما حدث في قلعة مسدى أثناء الحكم الروماني عندما حاصرها اللفيف الروماني. إذن يجب أن نتريث. البعض يفرح، الرسول قتل، وكانت هناك عندنا مظاهرات في تونس في فترة معينة، خيبر اليهود جيش محمد سوف يعود. يا سيدي، خلافنا مع اليهود هو خلاف سياسي وخلاف عسكري، وسيحل بالوسائل السياسية والعسكرية،
ولسنا في عداء مع اليهود لأسباب عقائدية، لأنه في ديننا لا شيء يدل على أننا نعادي اليهود لأسباب دينية، ولا شيء يدل، ويجب أن نفهم أنه لا شيء، لا يوجد شيء اسمه معاداة السامية الإسلامية. هذه بضاعة أوروبية صهيونية مسيحودية تضخ لنا وتضخ في وسائل الإعلام، ويقع فيها البعض من أطرابنا وأصحابنا من قليلي وعديمي الثقافة الدينية. جميل جدا دكتور. طبعا في هذه الآية الكريمة التي تقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك أن بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذا يعني العداء وبين المسلمين والصهاينة المحتلون الغاصبون القتلة الظالمون المجرمون، يعني المسألة هنا اختلاف سياسي، الموضوع هنا فيه احتلال، فيه يعني إجرام وظلم، وليس العداء ديني. وإن جاء التعبير باليهود هنا فلعله يلاحظ مثلا واقعية خارجية معينة، أو غلبت مثلا، أو بعض الأحداث التي حصلت يعني، ولكن العداء ليس بين الإسلام واليهود. والشاهد أنه مثلا ما حصل في دستور المدينة والعقود المتبادلة، الآن من خان ومن هجم ومن اعتدى كان المسلمون يدافعون، وكان هناك الاختلاف السياسي كما تعبر، ليس الاختلاف ديني في جذوره. هكذا تريد أن تقول؟ طبعا هذا هو، يعني لا يجب أن نحول الصراع، الدين هو جزء وسيلة من وسائل الصراع، ولكن خلافنا في جوهره ليس خلافا دينيا. يعني هذه الفكرة التي، لأنه من السهل يعني هذا ما يقع اليوم في إسرائيل، يعني هو سيتحول إلى صراع أصوليات، وسنقحم في التاريخ الإسلامي أشياء ليست موجودة فيه. نعرف اليوم بالنسبة للحركة المنتصر اليوم في إسرائيل والذي يقود إسرائيل إلى نهايتها هو هذه الصهيونية الدينية، وهذه الصهيونية الدينية نحن نعرف أن الحركة الصهيونية في بدايتها لم تكن حركة دينية، والدليل على ذلك أنها كانت تبحث عن حل للمشكلة اليهودية. هرتزل وأمثاله ومؤسسو الدولة هرتزل وأمثاله، يعني كانت هناك رغبة في أن يكون الوطن، هذا الوطن هو في الأرجنتين، وأن يكون في إفريقيا، وأن يكون في ليبيا، وأن يكون في أماكن مختلفة. ولكن هذا التحول التدريجي، وكان التيار الديني اليهودي التقليدي لا يكاد يذكر، تقريبا شخص أو اثنين في المؤتمر الصهيوني الأول. بالعكس، كانت الصهيونية المسيحية حاضرة بقوة في هذه المؤتمرات الأولى أكثر من اليهودية التقليدية. وتم هذا المؤتمر في مدينة بازل، ولم يتم في مدينة ميونخ الألمانية بسبب معاداة اليهود التقليديين. ولكن هذه العملية أو هذا الربط سيتم شيئا فشيئا منذ 1935 عن طريق الرب يهودكم، وهذا الشخص يجب أن يفهمه المسلمون والعرب، وأن يهتموا به، وأن يدرسوا أبنائهم فكره، وأن يترجموا كتبه. الرب يهودكم، وهو هذا الرب الذي أوجد هذه الصلة بين اليهودية كدين والحركة الصهيونية، ونشأت ما يسمى بالصهيونية الدينية، التي تحولت من حركة هامشية في 48، لأن يعني حزب الماباي هو الذي اليسار هو الذي كان أنشأ أو الذي حكم في إسرائيل، وشيئا فشيئا ستتحول بعد هزيمة 67 وفي 77 وما يسمى بالصحوة الدينية، حذر بتشوفها في إسرائيل، شيئا فشيئا سيتحول هذا التيار الآن إلى قلب نظام الحكم في إسرائيل. القائمون اليوم، سواء تعلق الأمر بشخص هذا شخص بن جفير أو بتصالير سموتريتش أو غيرهم، هؤلاء الذين، أو هذا اليمين الصهيوني الديني، هو الآن في قلب نظام الحكم في إسرائيل. وأخطر ما فيه هو أنه يلتقي بالصهيونية القومية أو الصهيونية المرجعية التي نجدها في بنيامين نتنياهو وفي الليكود المنحدرة من فكر فلاديمير جابوتينسكي. يعني الآن في إسرائيل خليط مولوتوف، خليط ملتهب يجمع بين هذه الصهيونية الدينية من ناحية، بين الدين والقومية. إذن يجب أن نفهم أن هذا الصراع وخلفياته، وأنه في جانب منه هو صراع سياسي وأنه صراع عسكري، وأن ننأى بأنفسنا عن تحويل هذا الصراع أو القول أن هذا الصراع صراع ديني وله مستندات ومؤيدات في الدين الإسلامي، لا أبدا. يقول ان هناك فئات يهوديه وعلماء دين يهود مختلفون في الزمن المعاصر مخالفون للصهيونيه وللظلم الذي تقوم به الدوله الاسرائيليه. بطبيعة الحال، ولكن مع الأسف تأثيرهم ضعيف جدا، طيب تأثيرهم ضعيف جدا. احنا نذكر، تفضل. نعم تفضل.
يعني بعض العرب يفرحون كثيرا عندما يجدون مثلا طائفة من طائفة ناتوري كارتا مثلا، هؤلاء عددهم لا يتجاوز المئات، وزعيمهم كان عضو في المجلس الوطني الفلسطيني أيام الراحل الزعيم ياسر عرفات. ولكن في الحقيقة إذن مهم جدا أن يهتم العرب بهذه الجماعات وأن يساعدوها على البقاء، ولكن تأثيرها العملي الآن من الناحية السياسية والعددية هو تأثير ضعيف. على كل حال، هذا موضوع سياسي إن شاء الله نتحدث فيه في نعم، حلقة الآن أخرى. هناك دراسة قام بها أحد المشايخ اسمه الشيخ مصطفى الهرندي، مقارنة بين يعني الإسلام واليهودية، بين القرآن والكتب المقدسة اليهودية، حول قصة النبي يوسف نموذجا، وخلص إلى نتيجة هو كان يبحث في قصص الأنبياء وثم بحث قصة النبي يوسف، وقال أن 80% من معالم وتفاصيل وأحداث القصة هي مطابقة حذو النعل بالنعل، سواء في القرآن أو في المصادر اليهودية، يعني كان يشير إلى كمية المشتركات مثلا في بعض قصص الأنبياء. صحيح، أنت تدفعني الآن إلى موضوع كثيرا ما نبهت إليه طلبتي، لأنه تأتيني كثير من الأسئلة سواء من الطلبة أو حتى من عموم الناس عندما نلتقي. في النص القرآني نصوص أشياء تحتاج إلى تدبر، لا حتى لا أقول غامضة. مثلا أعطيك مثال: وقالت اليهود عزير ابن الله. من هو هذا عزير؟ ومن من اليهود يقول ببنوة عزير لله تماما مثل المسيحيين؟ يعني هناك يعني تقريبا وصلنا إلى مسائل عقائدية خطيرة، علما أنه الخلافات بين الإسلام واليهودية هي خلافات ليست عقائدية بالأساس، هي خلافات ربما في الفقه ولكن ليست في المسائل العقائدية أو على نفس الدرجة مع الخلاف مع المسيحية. إذا هذا الموضوع، للإجابة على سؤالك، أنه جزء كبير من المادة القرآنية، وهذا التشابه الذي تحدث عنه الهرندي وغير الهرندي في الحقيقة، هذا التشابه، وأحسنت القول عندما قلت المصادر اليهودية، لأن هذا التشابه عندما نحاول أن نفهم من أين جاءت هذه المعلومات، هذه وغيرها، سنجد أنها لا تأتي من التوراة ولا تأتي من الأناجيل، إنما تأتي من نصوص أخرى قلما اهتم بها المسلمون. ودائما أدعو الطلبة إلى أن يهتموا بهذا الجانب وأن يتخصصوا فيه، وهو ما يسمى بأدب المنحولات. أدب المنحولات سواء تعلق الأمر بمنحولات العهد القديم أو بمنحولات العهد الجديد، والتي يدخل ضمنها ما يسميه المسلمون بالإسرائيليات. جزء كبير من هذا القصص القرآني الذي نجده في التفاسير ونجده في كتب التاريخ ونجده أيضا مثلا في كتاب عرائس المجالس الثعلبي، هذه المادة لم نهتم بها وفق منهج أو وفق إطار ما يسمى بأدب المنحولات، لأنه يعني هذه المادة التي جمعها المسلمون ولا ندري بالضبط من أين جاءت، هي في الحقيقة في جزء كبير منها تنحدر من هذه المنحولات، التي النصوص التي لم تعترف بها، يعني لم يعترف بها الكنيس اليهودي ولم تعترف بها الكنيسة المسيحية الرسمية، وهو أدب ثري، وهو مترجم باللغات الأساسية، بعضه مترجم بالعربية وفي ترجمات يعني فيها نظر، ولكن على كل حال لم تستثمر. يعني لكي نجيب على هذا السؤال، هذه التشابهات، النص القرآني هو نص جمع كما يقال في النصوص الأدبية، ونص ثري، لأنه لا يرجع فقط، أو أنه لا يأخذ فقط، أو أنه لا يحيل فقط على التوراة أو على الأناجيل الأربعة الرسمية، وإنما يحيل على أدب ثري جدا لم نقف نحن اليوم إلا على شاطئه. وقد وكلما تعمقنا في دراسة هذه الأدب المنحولات قد إلا وفهمنا أكثر النص القرآني والنصوص الإسلامية، وفهمنا أيضا نشأة الإسلام وتشكل الإسلام بطبيعة الحال من أجل إعادة، كما قلت، مشروع إعادة بناء المسلم الجديد، أو الخروج عن وضعية المسلم الحزين. وهذا لا يضير، لا يجب أن يزعج المسلمين، لا يجب أن لا يخاف المسلمون من هذا، لأنه الأفضل أن نواجه هذه بأسلحة العلم عوض البقاء ودفن رؤوسنا في الرمال، ونظل في التيه ليس منذ 40 سنة كما بنا، نحن في التيه منذ قرنين من الزمان، لأننا لم نحسن إلى اليوم إعادة ترتيب علاقتنا بهذا الدين
العظيم. جميل جدا دكتور، وصلنا إلى القسم الأخير ولكن لازالت في جعبتي الكثير من الأسئلة. أنا سأطرح عدة عناوين ومواضيع وأنت تشخص المهم منها لكي تثيره في هذا القسم الأخير، أو لعلك تعطي يعني إضاءات مختصرة حول هذه المواضيع التي بقيت. طبعا هناك موضوع نبي الإسلام في مرآة اليهودية، وهو موضوع شغل اهتمامك المعرفي. هناك موضوع حركة الهسكالة اليهودية وأثرها في الدراسات الإسلامية، وهناك موضوع لعله أهم وهو دستور المدينة ومفهوم القرية. أنت ترجمت مقالا غربيا هاما في هذا السياق، تشير إلى التحول من القبيلة إلى الأمة، من القرية إلى المدينة. فلو مثلا تعرض أهم النتائج التي يعني خلصت في هذا المقال. هذه الآن 3 مواضيع بقيت، وأيضا أنا سؤالي هو أنه من خلال خبرتك الدراسية والبحثية الطويلة هذه، يعني ما هي أهم النتائج المعرفية التي أنت شخصيا توصلت إليها ويعني فادتك كثيرا في مسألة الفهم الإسلامي والقرآني من خلال إطلالتك على الدراسات اليهودية؟ أترك المجال لك لتختار الموضوع الذي تراه مهما وأن تشبعه بيان. سأجيب عنها كلها في الحقيقة، لأن بعض منها تعرضت إليه في أثناء الحديث. فيما يتعلق بدستور المدينة، ما ذكرته عن التحول من القرية في الحقيقة هذا ليس لشخص أجنبي، وإنما هذا النتيجة التي توصلت إليها أنا من خلال دراستي لمعاشرتي لوثيقة المدينة ودراستي وترجمتي لبعض نصوصها، دراسات حولها، هي دراسة سرجنت الأولى في أفريقيا، خصص لها دراستين، ثم درسها بعد ذلك أوري روبين ودرسها كيستير إلى غير ذلك. هذه الوثيقة مهمة جدا. لماذا؟ لأن المسلمون لم يهتموا بها إلا في العصر الحديث. انتشقوا هذا النص واستخرجوا هذا النص في سياق جدالي. ما هو هذا السياق الجدالي؟ أولا أطلقوا عليها أسوة بما سماها المستشرقون The Constitution of Medina، وترجموها بدستور المدينة في هذه الحمى، حمى الدساتير والدولة الحديثة والدستور. إذن أرادوا في سياق السياق الجدلي أن يقولوا نحن أول من وضع الدساتير، مع أن الرسول لا يعرف الدساتير ولا يتحدث عن الدساتير، ولا الجماعة يثرب البسيطة كانت تتحدث عن دساتير، وإنما هي نص كتب في سياق سنتحدث فيه بعد قليل ينظم الجماعات التي تسكن المدينة، لأن الرسول دخل يثرب وأهلها أخلاط كما يقول الواقدي، فيهم أهل الحصون اللي هم اليهود وأهل الحلقة والحصون، وفيها إذن فيها المشركون الأوس والخزرج. إذن عندما دخل إلى يثرب وجدها كما قلت أخلاط، وأراد أن ينظم هذه العلاقة وأراد موادعة يهود. الرسول عندما وصل إلى يثرب، من الأشياء التي يجب أن يفهمها المسلمون أن الرسول اتخذ مكانا ليسكن فيه، وهذه الناقة التي دخلت بالرسول إلى يثرب وصارت شيئا فشيئا، وجلس وبركت في منازل أخواله بني النجار، وهم أضعف البطون في يثرب. لم يشأ الرسول أن يعطي بدخوله إلى يثرب أي إشارة سياسية لأي فريق كان أنه يميل إليه دون الآخر. وصل إلى لأن اليهود كانوا يسكنون الأطام في أعالي يثرب، لم يسكن إلى بجانب اليهود، ولم يسكن بجانب الأوس والخزرج، وإنما اختار أضعف البطون في يثرب ليسكن فيها. كانت هذه إشارة ذكية لحفظ التوازنات، لأن الرسول عندما دخل إلى يثرب كان يعرف أن حوالي 150 سنة قبل الإسلام أنهكت كل حياة اقتصادية في يثرب، وأن الصراع بين الأوس والخزرج كان صراعا مميتا. وقد دخل الرسول يثرب في اليوم الذي كان فيه الخزرج يتهيئون ليتوجوا عبد الله بن أبي بن أبي سلول العوفي الخزرجي ملكا على يثرب، ولذلك كان هو رأس ما يسمى اليوم بلغتنا اليوم المعارضة السياسية اللي يسميها المسلمون بالمنافقين في يثرب. إذن أراد أن ينظم هذه الحياة بين مختلفات المختلف، وهو الآتي من بعيد. كان عليه أن يحافظ على هذه التوازنات حتى لا يفهم انحيازه لطرف دون آخر، لا الأوس ولا الخزرج ولا إلى اليهود.
وقضى سنتين وهو عمر الصحيفة في الحقيقة، يعني هذه الصحيفة يجب أن يفهم المسلمون أنها لم تعمر طويلا، ستنتهي العمل بها بعد سنتين، لأنه بعد سنتين سيبدأ الرسول في إخراج بني قينقاع والنضير وقريظة. بعد ذلك ستبدأ عملية من إخراج هؤلاء من مدينته، إخراج اليهود من مدينته، ستبدأ منذ السنة الثانية للهجرة. إذن هذه نص مودعة يهود، وفي هذه الوثيقة فما جملة مهمة جدا تقول إن اليهود والمسلمون أمة دون الناس، أي جعل هؤلاء اليهود في عداد الأمة. هذه الأمة في البداية، هذا المصطلح الذي لم ينتهي إلى الفهم إلى فهمه الأخير الذي سيستقر بعد ذلك، كان الرابط بين أهلها هو المصلحة المشتركة، ولذلك اعتبر اليهود في ضمن هذه الأمة. ولكن بعد ذلك، بعد سنتين واقتناع الرسول بأن هؤلاء اليهود لن يؤمنوا به نبيا، بدأت عملية انفصال. سيخرج هؤلاء اليهود من مدينته، بالمناسبة يثرب تحول اسمه إلى المدينة، وعندما نعود إلى نصوص كتاب المسلمين الذين كتبوا في تاريخ المدينة، يقولون أن هذا الاسم مستلهم من النصوص أو من اللغة العبرية المشتركة، لأن كلمة مدينة هي الدولة، مدينات إسرائيل. فكلمة المدينة، يقول المسلمون، وسميت المدينة مدينة لأن السلطان وذي الشرعة يقطنها. الرسول أراد من خلال الخروج من مكة اللي هي قبيلة اللي هي قرية إلى المدينة تأسيس سلطة مركزية. هذا أمر مهم، يعني أخرج المسلمين من أخرجهم من القرية، كل ما وردت كلمة قرية في القرآن إلا وكانت ذات معنى سيء. إذا أردنا إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إلا مكة أم القرى، أكالة القرى يسميها المسلمون. فأخرجهم من القرية يضعهم في سلطة مركزية، لأن يعني الرسول في البداية وكان يتضايق كثيرا، وهذا تعكسه الصحيفة، كان يتضايق من التجاء أهل يثرب من الأوس والخزرج وغيرهم إلى الكهان وإلى غيره للفصل في المنازعات، كان يتضايق كثيرا من هذا، كان يسعى إلى تأسيس سلطة مركزية. إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني لا يجب أن يكون للمسلمين الخيرة من أمرهم في ذلك. إذن أسس سلطة، انتقل نظام التحكيم الجاهلي، حوله نظام التحكيم القديم في الجاهلية كان يقوم على أن اللجوء إلى الحكم اختياري، لا أحد يجبر المتخاصمين على الذهاب إلى الحكم، وفي بيته يؤتى الحكم. الرسول سيقول منذ ابتداء الآن يجب أن تأتوا إلي وجوبا للفصل في المنازعات، ويجب أن تقبلوا بأحكامي، لأن الحكم في الجاهلية لا أحد يجبر المتخاصمين على النزول عند إنما هي موازين. إذن انتقل بالتحكيم إلى السلطة المركزية، ستتحول بعد ذلك إلى نظام القضاء. فالتحكيم الأربيتراج هو كان الأساس في نظام القضاء. إذن هذه أمر أساسي، أخرجهم من القرية إلى المدينة، وأخرجهم من القبيلة إلى الأمة، الرابطة الجديدة كانت رابطة الدم إلى رابطة أخرى، هي رابطة الدين. في البداية كان هؤلاء اليهود جزء من هذه الأمة كرابطة، ثم ستتم إزاحتهم بعد ذلك ليتحول. إذن الرابطة هي رابطة دينية، ما يجمع المسلمين هو الرابطة الدينية وليست الرابطة الدموية. قام بأعمال يعني من ناحية الإدارة ومن ناحية العمل السياسي، ولذلك تفهم لماذا يسميه شخص مثل المستشرق البريطاني مونتجومري وات، يقول يسميه بروفيت اند ستيتسمان، يعني رجل دولة. أخرجهم من القرية إلى المدينة، وأخرجهم من القبيلة إلى الأمة، وأخرجهم من المشافهة إلى الكتابة. بدأت عملية الحديث عن القلم والقلم وما يسطرون، وبدأت عملية بدائية للكتابة إلى غير ذلك. وهناك محاولة للانتقال من هذه الجماعات البشرية المؤمنة بالدين الجديد من مجتمع المشافهة بالأساس إلى مجتمع الكتابة، أي الانتقال من العقل الشفوي إلى العقل الكتابي. وهذا سيتحدث عنه، سيدركه في القرن الثالث الجهر عندما سيتحدث، عندما يقول، سيقول كلمته الشهيرة: الخط أبقى أثرا واللسان أكثر هذرا. فهم المسلمون أن تحولا كبيرا في هذه المجتمعات حولها من العقل الشفوي إلى العقل الكتابي بطبيعة الحال، وهذا أمر كثير عن مرتبطة بحركة التدوين والكتابة ودخول
شعب كامل أو أمة كاملة في الفعل التاريخي. إذن هذه الصحيفة مهمة، لم تعمر طويلا، وهي ليست دستور، ولا يمكن أن توصف بأنها دستور. تم انتشاقها في العصر الحديث، أولا في صيغات جدالية لبيان أننا أيضا نحن متقدمون على الغرب، وأيضا استعملتها هذه الجماعات الإسلامية أو الإسلاموية أو الجهادية لتبين للإفلات من أمر أساسي، وهو استحقاقات الدولة المدنية الديمقراطية. وهذا أمر على غاية من الخطورة. دكتور، هنا ايضا أعتقد لو وضحت مساحه وبينت سواء في بني غير قينقاع رسالة. وبني القينقاع وبني النضير من المدينه، ما هو السبب؟ يعني ما هو المبرر لذلك؟ يعني هل خيانتهم وغدرهم بالاتفاق هذا الذي دعا الى ذلك، ام هي الخطه كانت هكذا؟ ناخذ مثال بسيط بالنسبة إلى بني قينقاع. الحادثة تشير إلى أنه في الحقيقة أحد اليهود تحرش بامرأة مسلمة، فجاء المسلمون وقتلوا اليهودي إلى غير ذلك. هذا في الحقيقة المسوغ التي تقول كتب السيرة، ولكن في الحقيقة قينقاع هي هم الوحيد، يعني اليهود المدينة كانوا يشتغلون بالتجارة، إلا قبيلة واحدة كانت تشتغل بالفلاحة. وبنو قينقاع كانوا يمتلكون السلطة المالية والسلطة العسكرية، كانوا يصنعون السلاح ويقرضون بالمال، واليوم عندهم السوق، سوق بني قينقاع. عندما دخل هؤلاء الذين جاءوا من قريش، هؤلاء المهاجرون، لم يكونوا يشتغلون بأي شيء آخر إلا التجارة، كانوا لا يعرفون إلا التجارة، لا يعرفون لا تجارة السلاح ولا الأراضي ولا الفلاحة. ولا يمكن لهؤلاء الذين جاءوا من مكة أن يبقوا أن يعيشوا ما يعني أبد الآبدين على كرم الأنصار والمؤاخاة. كان عليهم أن يشتغلوا. فأول شيء فعلوه هو تحولهم إلى السوق، لأنهم كانوا تجار. وتصوري الخاص أنه حتى موضوع الربا وتحريم الربا في الحقيقة، وهو موضوع خلافي بالنسبة للمسلمين، كانت الغاية منهم بالأساس هو إنهاء أو ضرب الأساس الاقتصادي ليهود، للنشاط اليهودي الاقتصادي في يثرب، لأن هؤلاء اليهود هم الذين كانوا يقرضون بهذا الربا. فتحريم الربا جاء لإنهاء السيطرة الاقتصادية المالية والاقتصادية وتجارة السلاح. إذن الرسول بإخراج أو بالتصدي لبني قينقاع في البداية أنهى أمرين أساسيين ضروريين لقيام دولة الإسلام، وهو إنهاء النفوذ الاقتصادي المالي والسلاح الذي كانت تحتكرهما بنو قينقاع. فالحادثة التي تشير إليها المصادر الإسلامية كانت ربما القادح، ولكن هذا أمر كان الخلاف بين الباحثين هو هل أن الرسول تصرف مع بني قريظة وقينقاع والنضير وفق خطة مدروسة؟ لأن يعني الرسول لم يواجه أبدا اليهود متحدين، واجههم واحدة فواحدة. عندما كان يواجه قينقاع كان يحالف النضير، وهكذا دواليك، لم يسعى أبدا إلى مواجهاتهم هذا مشتركين. عن خطة مدروسة هذا بالدقائق. أمر يدل على ذكاء سياسي كبير وعلى فطنة سياسية كبيرة. وأعتقد أن هذا أن مونتجومري وود كان يقول مثلا أنه لا أعتقد أن الرسول كان يسير وفق خطة مثل هذه. تصوري الخاص هو العكس. الرسول فهم منذ السنة الثانية للهجرة، وفق التصور الذي وضعته حول خروج الإسلام من المسيحودية إلى الديانة المستقلة، أن هذا الأمر كان أمرا واضح المعالم في ذهن النبي. والنبي كان دائما وأبدا، لأنه رسول، كان اليهود دائما يقولون يا محمد إن كنت نبيا فالحق بأرض الأنبياء، لا يمكن للأنبياء أن يأتوا في هذه الصحراء. ولذلك كانت حركة الفتوح دائما في اتجاه الشمال، في اتجاه فلسطين وفي بلاد الشام. إذا هذه من ناحية أولى. بالنسبة إلى ما تحدثت عنه، عن الهسكلة وتأثيرها في الدراسات اليهودية، بينت هذا في الحقيقة، قلت لك أنه جزء كبير من هؤلاء المستشرقين ينحدرون مما يسمى بحكمة إسرائيل أو حكمة إسرائيل. هذا التيار داخل ويسمى بالألمانية يوديشة فيزنشافت، يعني علم اليهودية، سيونس دو جوديزم. هذا العلم يبحث في تجديد تاريخ وفهم التاريخ اليهودي. قام به يهود
يؤمنون بحركة الإصلاح، حركة الإصلاح اليهودية التي قادها موشي مندلسون للأساسي، وتزعمها واحد مسلم، واحد من اليهود الذين تخصصوا في الإسلام كثيرا، هو أبراهام جايجر، وهذا يعرفه المسلمون كثيرا. أبراهام جايجر يعني هذا من في القرن الثامن عشر، وبطبيعة الحال كانت موجودة في المجر وفي ألمانيا المراكز الأساسية فيها، وخرجت واهتمت بالدراسات الإسلامية وفق ذلك المنظور الذي قلته منذ قليل، وهو أن جزء من تاريخ هؤلاء اليهود، تجديد النظر في التاريخ اليهودي، يمر عبر دراسة المجتمعات الإسلامية التي عاش فيها هؤلاء. فبعضهم اهتم بتاريخ الإسلام والمسلمين، منهم أبراهام جايجير، منهم مثلا موريس شتاي شنايدر، هذا قامت مركز الترجمة في القاهرة بترجمة دراسة مهمة بالنسبة لي، وهو أدب الجدال. هذا الرجل عظيم جدا، هو أشبه بكارل بروكرمان في الدراسات الإسلامية، هو قام بجمع كل النصوص اليهودية الموجودة بالعربية وبالعبرية الموجودة في البلاد الإسلامية، فهو مصدر أساسي لكل من يريد أن يفهم العلاقات الإسلامية اليهودية في القرون الوسطى. وكتاب جزء، وأحد كتبه ترجم في القاهرة، وشكرا للإخوة المصريين الذين قاموا بهذا العمل. هذا فيما يتعلق بما يتعلق بالهاسكلة التي أشرت إليها. أعتقد أنني نعم، لا لا، سبحان من في صورة لا نبي يسهو، ولكن في إمارات اليهودية، هناك هذا بحث أيضا مفصل، لكن نبي الإسلام في إمارات اليهودية أيضا هذا بحث مفصل، لكن بالنسبة إلى نبي الإسلام، قلت أنه بالنسبة للفكرة التي دافعت عنها في أنه نبي الإسلام في اليهودية، أو كيف نظر اليهود إلى النبي، وأشرت في الحقيقة في أثناء حديثي منذ قليل إلى أن هؤلاء اليهود كانوا يرفضون نبوة النبي للأسباب التي بيّنتها سابقا. كان الرسول يتصور أنه عندما سيأتي، كان يسأل في الأسواق، يعني في أسواق قبل تحوله إلى يثرب، كان عندما يجد يهود يذهب إليها مباشرة ويسأل: هل أنتم عفوا هل أنتم عندما جاءه أهل العقبة، بيعة العقبة، هل أنتم موالي يهود؟ هل أنتم كان يبحث عن المكان، كان يتصور أن يثرب هي المكان، بما أن يوجد فيه يهود، هي المكان الأقرب إلى أن يفهم طبيعة دعوته الدينية التي تقوم على التوحيد. ولكن سيتبين هؤلاء اليهود، سيقضي سنتين، الرسول سيقضي سنتين في يثرب، لم تنتهي في النهاية بإسلام إلا أقل من 10 أنفار. عندما نعود إلى القائمة التي وضعها ابن هشام حول هؤلاء الذين تهودوا، حول هؤلاء الذين اهتدوا عفوا، سنجد أن عددهم لا يتجاوز أصابع اليدين، والمسلمون أطلقوا على البعض صفات كبيرة: مخيريق، خير يهود، ووصفوهم بالعلم والمعرفة، مع أن هذا غير صحيح، لأن هؤلاء اليهود في يثرب كانوا منقطعين لأسباب تاريخية وجغرافية عن مراكز اليهودية الكبرى آنذاك في العراق وفي غيرها من الأماكن، وقالوا له: يا محمد، أنت لا تعرف التوراة، أنت تخطئ في التوراة، والله والله ما كان، ما أنت تقول أن داود وسليمان نبيين، والله ما كان إلا ملكين، هؤلاء ملوك وليسوا أنبياء. وهناك قائمة طويلة في سيرة ابن هشام تبين كل مواضع الخلاف. الرسول كان يجيب أحيانا مباشرة، وأحيانا يطلب مهلة للإجابة عن أسئلة اليهود، وانتهى بهم الأمر إلى أن قالوا له: يا محمد، لن نؤمن بك إن كنت نبيا، فالحق بأرض الأنبياء، هذه الأرض لا يوجد فيها أنبياء أوصت بهم التوراة. انتهى الخلاف يعني، ولذلك بدأ هذا الانفصال. سيدافع الرسول على فكرة، أول مشكل اعترض الرسول هو أن هذا النبي لا يجب أن يكون عربيا، وبينت لك منذ قليل كيف حل الإسلام هذه القضية بالقول الآية التي ذكرتها لك منذ قليل، وهي: هو الذي بعث في الأميين رسولا. كلمة الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، هذا معنى استقر في تاريخ الإسلام متأخرا. في البداية في القرن الثاني والثالث وفي التفاسير كان هناك نقاش حول مفهوم الأمية في القرآن. ليس معنى هذا أن الرسول كان عالم وكان قارئا، وهذا بينت في دراستي بعنوان الذاكرة التوحيدية للنبي، كيف تشكلت ومعارفه بالديانات السابقة. المهم أنه بالنسبة إلى النبي في هذه المرحلة،
سيقول إذن القرآن سيقول هو الذي بعث في غير اليهود، يمكن لهذا النبي الذي سيأتي أن يكون من غير اليهود، من غير من نسل داود، سيكون من نسل إسماعيل، وكان على الرسول وكان على الإسلام وكان على نصر القرآن أن يحل هذه المشكلة، مشكلة الجد الأول إبراهيم وإسماعيل ومن يرث، وميراث إبراهيم هو ميراث مزدوج، هو ميراث في الأرض، والأرض يرثها عبادي الصالحون، عندما يقول القرآن والأرض يرثها عبادي، فالأرض لا تعني معنى الأرض البسيطة الذي نفهمها، وإنما يعني مفهوم الذي تقصده التوراة بإيرات إسرائيل، ما يسمى بإيرات إسرائيل، يعني بيت الأرض فلسطين اليوم، والأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن كان عليه أن ينزع مفهوم الأرض، كان أن يجادلهم في مفهوم القدس، وكان عليه أن يجاهدهم في التوراة وفي إسماعيل وفي إبراهيم وفي كل هذه المفاهيم وفي الشعب المختار. فلما يعذبكم الله بذنوبكم؟ أنتم تقولون أنكم أحباء الله، فلما يعذبكم الله بذنوبكم؟ إذا لستم شعب، إذا مس اليهودية في المعاقل الأساسية فيها، الأسس فيها، مفهوم الأرض، مفهوم الشعب المختار، ومفهوم مفهوم الأرض. إذا اليهودية بعد ذلك، والرسول كان دائما السؤال عن بحيرة طبرية. كان هناك في ذهن هؤلاء المسلمين الأوائل أن التوراة الحقيقية التي هي ذكر النبي هي مدفونة في طبرية. عندما نعود إلى كتب الحديث ونقوم ببحث حول طبرية ومفهوم طبرية والتوراة الحقيقية، سنجد يعني مادة مهمة للبحث عن هذا. ولذلك أوصى أصحابه بعد وفاته بأن يواصلوا حركة الفتوح، وهذه حركة الفتوح لم تذهب في اتجاه اليمن، وإنما في اتجاه الشمال، في اتجاه أرض الأنبياء. اليهود بعد ذلك، إذا بعد رفض هذه النبوة، ستكون هناك كتابات جدلية في القرون الوسطى، هي قليلة في الحقيقة. الكتب التي خصصها اليهود للرد على المسلمين قليلة جدا، وحتى الكتب التي خصصها المسلمون للرد على اليهود قليلة مقارنة بالردود على المسيحيين، لسبب بسيط، هو أنه ليست هناك خلافات كبيرة بين اليهود والمسلمين فيما يتعلق بالمسائل العقائدية. الخلافات العقائدية الحقيقية هي بين المسلمين وبين المسيحيين في التثليث والتجسيد إلى آخره وكل هذه القضايا. بينما في الخلافات بين الإسلام واليهودية فيما يخص الألوهية تقريبا منعدمة أو بسيطة جدا، والخلافات هي فيما يتعلق بالحلال والحرام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ومثل هذه القضايا. إذن هؤلاء اليهود، ولم يكن اليهود أي وجود سياسي قوي طوال القرون الوسطى، انتهى الوزن السياسي بعدم وجود بالشتات، ما يسمى بالشتات اليهودي. فالخلاف كان بين إمبراطوريتين، بين دول قوية إسلامية ومسيحية، بينما لم يكن اليهود أي وزن سياسي، ولذلك لم يهتم بهم المسلمون كثيرا إلا في نصوص قليلة، أقل منها هي النصوص التي خصصها اليهود للرد على المسلمين، وهي لا تتجاوز تقريبا 4 أو 5 ردود، من بينها ما كتبه الربي، ما كتبه رمبام، يعني الربي مشي بن ميمون أو ابن ميمون، وأيضا ما كتبه أحد ابن كمون، عفوا ابن كمونة، هذا عراقي أيضا. ابن كمونة كتب كتابا في تنقيح الأبحاث في الميلاد الثالث، وصدر في الحقيقة الطبعة الأصلية الجيدة طبعة أمريكية، ولكن تم مسخ هذا النص في إبارات كثيرة في مصر ونشر بعد ذلك، ولكن هذا أيضا، وهي نصوص قليلة، وكان يتحدث فيه عن الرسول بأنه رسول فسول، فسول بناء بالعبرية، يعني هو الفدم، هو الكذاب إلى آخره، وأيضا بالمشوقع، قلت أنه ابن ميمون مثلا في نصوص كثيرة وهو أعلم اليهود، وكانت اليهود تقول عنه أنه من موسى إلى موسى لم يأتي مثل موسى، من موشي عاد موشي لو كان كيمو موشي. إذن هذا الرجل رغم علمه ورغم أنه كان في بلاد صلاح الدين وعاش في الأندلس، كتب رسالته إلى أهل اليمن، وكتب في نصوص أخرى يتحدث عن النبي بصفة المشوقاع، أو المشوقاع بمعنى المجنون، وكان يدعو هؤلاء اليهود إلى عدم الدخول في صراعات فكرية وجدل مع هؤلاء المسلمين في انتظار المشيح بقى والمسيح الذي سيأتي، وعلى كل حال هذا موضوع. فهذه صورة النبي في الحقيقة هي صورة ترسمها نصوص قليلة، ولكنها نصوص لا تعتبره نبيا إلا
في نصوص الطائفة القرائية. القراؤون هؤلاء ظهروا في عهد الدولة العباسية، فرقة قوية منشقة عن اليهود، لا تعترف إلا ببعض كتب التوراة، يعني بالأسفار الخمسة، وتنكر التلمود، وتنقسم إلى فرق كثيرة. وإحدى هذه الفرق الأساسية تعتبر أن النبي هو فعلا رسول، أن النبي محمد هو نبي فعلا، ولكن تختص نبوته بالعرب دون سائر الناس، وتقبل بأن هذه النبوة على هذا النحو. وكتب زعيمهم، أعتقد أنه أبو عيسى الأصفهاني، رسالة في إثبات في الحديث عن نبوة النبي، أدخلها القرقساني في كتابه الأنوار والمرق. شكرا على هذا العرض الموسع والمعمق والمفيد الذي يقتضي تأملا ومواصلة للأبحاث. دكتور العزيز، إذا تتميما للبحث، أنت تحدثت عن وثيقة المدينة بتفصيل وإسهاب، وأيضا الآن أشرت إلى صورة النبي عند في اليهود. ولكن هنا السؤال الأساسي، إذا الاختلاف بين المسلمين واليهود منذ صدر الإسلام اختلاف متجذر، طبعا هو سياسي اجتماعي ويعني تنافس، وبالتالي الحروب التي حصلت، المعارك التي حصلت مع يهود خيبر او بني القينقاع او بني النضير او بني قريظة، ومشاكل، وايضا هذه الاختلافات العقائدية والذم الذي ذمهم القرآن حول قضية عزير او غيرها من القضايا. فهناك اختلاف متجذر متعدد الأبعاد، فلا يمكن القول فقط ان هناك خلاف سياسي، انما يعني ابعد من ذلك. حتى القران قال ولتجدن يعني اشدهم عداوه الذين جن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود، كانما تحدث عن الفئه اليهوديه بشكل عام ولم يخصص مثلا بصفه معينه، مثلا المعتدون منهم او الظالمون منهم. فكيف تقيم هذه العلاقه المرتبكه جدا والمتعدده الابعاد، سواء في الدين او في العقيده او في مثلا في البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري، لكل كل الأبعاد، ما بقي شيء يعني. أجيبك عن هذه النقطة بطريقة أحاول أن تكون مقنعة. ثلثا القرآن تقريبا في اليهود، قد أكون مبالغ شيئا ما، ولكن الجزء الأعظم من القرآن له صلة مباشرة باليهود أو صلة غير مباشرة. بالرجوع إلى كتب التفسير، السيرة والمغازي، ستجد أن الكثير من الآيات التي تبدو ظاهريا لا علاقة لها باليهود إنما هي ذات صلة باليهود. فاليهود لهم حضور قوي في النص التأسيسي، في النص الأساسي في القرآن، هذا مما لا شك فيه. كل هذه الآيات التي تحدثت عنها يجب أن تدرس آية فآية في أسباب نزولها، في رواياتها، وتجرح وتعدل وتضبط لاستخراج بأي معنى ولماذا قيلت على هذا النحو. أعطيك مثال، كل الآيات التي فيها نزعة، فيها شيء من يظهر ظاهر أن فيها شيء من العداء الديني لليهود، كلها تختص بها الفترة اليثربية. كل الحديث عن الفترة المكية كان حديث بشكل عام هو حديث جيد، كان حديث عن قصص بني إسرائيل، يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين، يا بني إسرائيل. لم يصبح الحديث عن اليهود إلا في الفترة اليثربية. هناك مواضيع لا تظهر في القرآن المكي، تحريف التوراة مثلا هو موضوع مدني أو يرجع إلى الفترة المدنية. في الفترة التي بدأت فيها علاقة الرسول تسوء باليهود، عندما أدرك بعد السنتين أن هؤلاء اليهود لن يؤمنوا به، إذن يجب أن ننسب ويجب أن نأخذ كل آية في دراسة مستقلة ومنفصلة، وأن نخصص لها ما يجب أن نقل. من لنفهم بالضبط سر هذا العداء الذي يبدو ظاهريا أنه عداء ديني مرتبط بأحداث معينة، ولكن انتهى الأمر، يعني قلت لك أن انتهى الأمر إلى القول أن هؤلاء أهل الكتاب، نؤمن بنبيهم بموسى ونؤمن بكتابهم، نقول إن هذا كتاب محرم للأسباب التي ذكرت،
ونقول و و و و ونمط النبوة الإسلامية قد على منوال نبوة موسى عندما ننظر في كتب في الخصائص الكبرى مثلا أو في كتب السيرة النبوية. نبي مثل موسى، نبي كي مو موشي، حتى في سورته، في معجزاته إلى آخره، حاول المسلمون أن يبنوا صورة للنبي تشبه المنوال الموسوي. إذن هذا أمر يحتاج أن ينسب وأن يرتبط بأي مرحلة، هي المرحلة المكية أم المرحلة المدنية، وما هي الأحداث التي دعت إلى ذلك، وانتهى الأمر إلى القول إن هؤلاء اليهود لهجوم الإسلامية يعيشون بيننا وفق شرطين: هم أهل كتاب من الناحية العقائدية، ليسوا مشركين وليسوا كفار، ولا نسن بهم سنة المشركين، وأيضا هم أهل ذمة بمعنى أن لهم حقوق في المدينة الإسلامية منظمة في أبواب الفقه. هذا هو. وقلنا في النهاية أن هؤلاء اليهود ليسوا مسؤولين عن موت الرسول ولم يتسببوا في قتله، مع أن ظاهر الحديث يقول أن والله يقول إني لأجد انقطاع أبهري في الأكلة التي أكلت مع أخيك في خيبر، هل أكثر وضوحا من هذا؟ فإذا العملية معقدة. ما حاولت أن ما خلصت إليه على كل حال في هذه الفترة من دراساتي إن ما يبدو ظاهريا أنه معاداة لأسباب دينية محضة هو جزء يسير جدا ولا يمكن أن يحمل أكثر مما يحتمل، ولا يمكن أن تبنى عليه سردية كاملة من معاداة اليهود تضعنا فيما يسمى بمعاداة السامية الإسلامية التي يريدون وصمنا بها. إنما هي خلافات كان سببها عسكري وسببها سياسي، بدأت لأسباب دينية، ولكن الرسول أدرك مبكرا بعد سنتين فقط أنه يجب أن يخرج بهذا التيار الجديد المسيحودي من إطار الفرقة المنتمية إلى هذه التقاليد، إلى هذا الرصيد السامي القديم، إلى الديانة المستقلة. وستتم هذه العملية بذكاء داخل النص القرآني أيضا، وداخل وستتكفل حركة الفتوح بعد ذلك بتأكيده وتشديده. ولكن يجب أن نفهم أن ولادة الإسلام هي ولادة معقدة، هي ولادة قيصرية من رحم الديانات، من رحم الديانات القديمة ومن الرصيد الشرق الأوسطي القديم. ولا يمكن أن يفهم هذا الإسلام في نشأته من زاوية تاريخية، إذا أردنا أن نسير أو نحذو منوال المؤرخين، إلا وفق هذا التصور. لأنه كما يقول لافوازي عالم الفيزياء الفرنسي الشهير: ريان سوبر نيانو سوكري توسو ترفونسر، لا شيء يخلق من عدم، وإنما لا شيء رضيع، وإنما كل شيء هو بصدد التحول من حال إلى حال. وهذا هو حال الديانات، تتناسل مع بعضها البعض، ولكن وفق منطق تاريخ الأديان وليس منطق الجدل العقيم أو الدفاع عن العقائد الإيمانية كما يصوره ابن خلدون في النصوص اللاحقة. شكرا جزيلا سماحة الأستاذ والدكتور فوزي البدوي على هذه الإفاضات والإفادات وعلى هذه الرحلة الواسعة في علم الأديان المقارن في اليهودية في وثيقة المدينة في المعارف المختلفة التي أتحفتنا بها في واقع الدراسات العربية والإسلامية في دولة الكيان الصهيوني في مجموعة مختلفة من المواضيع التي تطرقنا لها وعلى هذه التحليلات والتي تقتضي تأمل وتعمق أكثر من المستمعين ويعني تشحذ هممهم للبحث وتشوقهم أكثر لطرق هذه الأبواب وهذه تجربتكم أنتم الشخصية، ولكن حتما يعني رسالة هذا الحوار أنه هذه الأبواب لابد من طرقها بعمق في حركة يعني تطوير الفكر وحيويته والوصول إلى نتائج أكثر وأكثر. أنت ما شاء الله عليك جهد فردي وكل هذه النتائج، كيف لو كان عندنا مؤسسات بحثية ويعني مجموعات علمائية وبحثية معمقة تبحث لكان الوضع هو يعني مراحل أخرى من يعني الأجوبة والنتائج والأبحاث. شكرا جزيلا على تشريفنا اليوم وإعطائنا هذا الوقت الثمين من وقتكم، إذا كان عندك أي كلمة أخيرة تفضل. شكرا، شكرا دكتور هادي، شكرا. أنا سعيد بمشاركتي في هذا البرنامج بالذات. أنا تابعت كل حلقاتك، وأشكر لك يعني إجادتك للفارسية ولإنجليزيتك الجيدة ولمحاورتك لكبار العلماء والباحثين، وهو من أعز البرامج إلى قلبي في الحقيقة، لا أقول هذا مجاملة، فيه كثير من الجدية
وأعرف كم من الوقت قضيت في إعداد هذه الحلقة والاطلاع على نصوصي لإعداد إعداد هذا اللقاء. فأجدد لك شكري وأجدد حزني لأننا لا نجد في الدول العربية من يسمع لأصواتنا لتأسيس هذه المراكز التي نراها ضرورية لتوازن هذه المجتمعات في المستقبل. والشكر لك مرة أخرى.